بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنكمل كلامنا على الاندرويد. هفتح الاندرويد ستوديو واعمل نيو بروجكت. طبعا زي ما اتفقنا ان الابليكيشن بتاع الاندرويد ده عباره عن مجموعه من الشاشات. الشاشه الواحده بقول عليها اكتيفيتي. هو طبعا لما تعمل نيو بروجكت بيقول لك الشاشه اللي انت عايز تعملها دي هتعملها فاضيه ولا تختار من تمبلتس جاهز. فانا هقول له لا، انا عايز شاشه فاضيه وانا ابنيها بنفسي، هختار من هنا ام بي تي اكتيفيتي واقول له نيكست. بعد كده بيقول لك اسم الابلكيشن بتاعك ايه، هسميه وليكن تيست 5. بعد كده الباكج نيم اللي هي الاي دي زي ما شفناها المره اللي فاتت. فانا طبعا كل ابلكيشن ليه اي دي خاص بيه، عشان كده بيربطه بالكمباني دومين. تمام. بعد كده اللوكيشن بتاعك هتحطه فين، على هارد ديسك. بعد كده اللانجوج بتاعتك اللي هي جافا. بعد كده المينيمم اس دي كي، الابلكيشن ده هيشتغل اقل اس دي كي هيشتغل عليها كام. تمام. فهو هنا الديفولت لولي بوب اللي هي اندرويد 5، فانا هسيبها زي ما هي. طيب واعمل فينيش. طبعا زي ما اتفقنا ان اول ما تعمل نيو بروجكت المفروض الجريدل بيعمل لك بيلد. فلو اصلا انت اول مره تفتح اول مره تفتح الاندرويد ستوديو والجريدل مش موجود عندك، فهيعمل لك داونلود ليه. طبعا فتحناه قبل كده وشفناه وعملت داونلود للجريدل، فعلشان كده هيعمل لك بيلد على طول. لو البيلد خلص من غير ايرورز يبقى كده الابلكيشن بتاعك ممكن يرن تمام. طيب طبعا كده خلص بيلد. لو انا فتحت شاشه البيلد دي او البانل بتاعت البيلد دي هيقول لي بيلد سكسسفول. طيب تمام. اتفقنا طبعا الاندرويد ستوديو عباره عن شاشات، او معلش الابلكيشن بتاع الاندرويد ده عباره عن مجموعه من الشاشات. الشاشه الواحده عباره عن ايه؟ قال لك الشاشه الواحده عباره عن حاجتين، عباره عن ديزاين وعباره عن كود. صح، ديزاين والبيفر بتاعها. انا عندي مجموعه من الزراير، مجموعه من الباتونز، يعني ايا كان نوع الباتون ده. عندي منيوز اللي هي زي قوائم كده، عندي مثلا تشيك بوكس، عندي راديو باتون، فدي ديزاين. طيب الديزاين ده بقى لما اضغط عليه اعمل كليك على حاجه معينه فيه هيعمل ايه؟ المفروض هيعمل اكشن، فده بسميه البيهيفير بتاعي. تمام كده. عشان كده بيعمل لك فايلين، اول ما تكريت البروجكت بيعمل لك فايلين، حاجه اسمها المين اكتيفيتي دوت جافا اللي هي كلاس جافا، واكتيفيتي مين دوت اكس ام ال اللي هي فايل اللي هو الديزاين. تمام. واتفقنا طبعا ان الجافا ده الفايل بتاع الجافا، الكلاس بتاع الجافا ده هو الشاشه بتاعتي. تمام. ومن خلاله بقول له استعمل الديزاين الفلاني. تمام كده. فعلشان كده لو انا ممكن استغنى عن الديزاين، انا ممكن استغنى عن الديزاين. طيب بس ما استغناش عن الكود بتاعي، يبقى علشان كارت الشاشه اصلا المسؤول عن كارت الشاشه كلاس جافا. لو انت ما عملتش ديزاين عادي ما تعملوش، ما فيش مشكله، بس هيظهر لك طبعا صفحه فاضيه. خلاص، يبقى الاساس عندي اللي هو كود جافا. طيب عايزين نشوف النهارده ايه ان شاء الله. عايزين نشوف ازاي بقى نتعرف على الفيوز اكتر. احنا طبعا انا قلت الكومبوننت او الحاجات اللي انا بحطها على الشاشه بتاعتي، زي الباتون او زي تكست فيو او زي ايدي تكست او زي الراديو باتون. كل الكومبوننت دي بقول عليها فيوز. ليه؟ لانها بتورث من كلاس رئيسي اسمه فيو. تمام. فعايزين بقى نشوف ازاي الفيوز اللي موجوده عندي وازاي بحطها في الشاشه، ازاي اوزعها على الشاشه. فانا هسيب دلوقتي ملف الجافا، هسيبه زي ما هو مش هعمل فيه حاجه، واروح للديزاين بتاعي. عايزين نعمل الديزاين. طيب الديزاين بعمله فين؟ بعمله في الشاشه اللي اسمها اكتيفيتي مين. طيب بتعمله ازاي؟ ممكن تعمله دراج ودروب كده، في عندك حاجات اهي وتسحبها وتحطها على المنطقه دي اللي هي عامله زي شاشه الموبايل، او اكتب كود اكس ام ال. طيب انا هعمل ايه؟ قال لك انت لسه في البدايه بتتعلم، لا اروح لكود الاكس ام ال. طيب هروح لكود الاكس ام ال ازاي؟ هتقول له هنا عن طريق كود، او قول له سبليت، هيعرض لك الكود ويعرض لك الديزاين في نفس الوقت، بحيث لما انا اغير في الكود بتاعي التغيير يسمع في الديزاين. تمام. طيب انا بس في البروجكت دي اعمل لها هايد كده واكبر دي شويه. طيب واحذر بس السيستم يو اي علشان الاكشن بار والنافيجيشن بار الحاجات بتاعت الموبايل دي تظهر. طيب تمام. تعالوا بقى للاكس ام ال. الاكس ام ال ده عباره عن ايه؟ قال لك زي عباره عن تاجات زي الاتش تي ام ال. تمام. يبقى الاكس ام ال عباره عن تاجات زي الاتش تي ام ال. طيب في الاتش تي ام ال كنت بعمل ايه؟ كنت بحط الروت ايليمنت واحد وبحط جواه كل الحاجات بتاعتي. يعني كنت بفتح كده تاج او الاتش تي ام ال بالمنظر ده او الاتش تي ام ال، واقفل التاج كده، اقفل القوس بتاع الستارت، وفي الاخر خالص اقول له القفله بتاعت التاج. صح كده. كنت بحط جوه الاتش تي ام ال مثلا جواه كل الحاجات بتاعتي اللي هي البادي بقى والهيدر وكل الكلام ده.
يبقى هو روت اليمنت واحد بس جواه كل حاجه. تمام. طيب هنا بقى هعمل ايه؟ هنا نفس الكلام برضه، بحط روت اليمنت واحد بس مش تاجات اتش تي ام ال بقى، لا تاجات خاصه بالاندرويد. ماشي، تاجات خاصه بالاندرويد، حاجات كده هنعرفها دلوقتي. طيب تمام. طيب افرض بقى انا عايز احط كومبوننتس بقى، يعني عايز احط فيوز، عايز احط زرار، عايز احط كمان زرار، وعايز احط ما اعرفش تشيك بوكس، عايز احط حاجه اسمها سبينر اللي عامله زي القايمه دي. طيب هحطها ازاي؟ ما انا قلت ما انا بحط كومبوننت واحد بس هو الروت. طب كده معنى كده ان انا مش عارف احط اكتر من كومبوننت، صح؟ قال لك لا، عملوا بقى حاجه اسمها فيو جروب. ايه الفيو جروب ده؟ ده برضو عباره عن فيو بس بيشيل جواه فيوز تانيه. يبقى فيو جروب بيكون عباره عن هو الروت اليمنت بتاعي، ومن خلاله بقدر احط جواه حاجات تانيه بقى. تمام. طيب الحاجات التانية اللي انا هحطها جواه دي هتتوزع ازاي في الشاشة؟ هل لما انا احط مثلا، يبقى انا هعمل فيو جروب وفي البادي بتاعه زي اتش تي ام ال كده، في البادي بتاعها بحط حاجات، يبقى انا هعمل فيو جروب معين واحط جواه شوية حاجات. شوية الحاجات اللي انا هحطهم جواه دول هيتوزعوا في الشاشة ازاي؟ هيتحطوا فوق بعض؟ طب انا اقول له ضيف زرار، وضيف كمان زرار، وضيف تالت زرار ورابع زرار، او ضيف معرفش ايه، هيتحطوا ورا بعض ولا هيتحطوا فوق بعض ولا هيتحطوا تحت بعض ولا ايه بالظبط؟ قال لك لا، على حسب بقى الفيو جروب. عملوا بقى اكتر من فيو جروب، كل فيو جروب اللي او بيوزع الحاجات اللي جواه بطريقه معينه. تمام. طيب تعالوا نشوف الكلام ده، همسح بس كل الحاجات اللي هو كتبها لي ديفولت دي، واسيب بس السطر الاول عشان بس اعرفه ان ده فايل اكس ام ال. طيب هعمل ايه؟ قال لك هفتح تاج زي الاتش تي ام ال. طيب هعمل ايه؟ هحط فيو جروب. طب ايه الفيو جروب اللي احنا شفناه المره اللي فاتت؟ شفنا المره اللي فاتت حاجه اسمها لينير لي اوت، فانا هقول له لينير لي اوت. لما اكتب ال كده المفروض يطلع لي كل الحاجات، المفروض يطلع لي لما بيعمل لي اوتو كومبليت، يعني يطلع لي كل الحاجات اللي بتبدا بحرف ال. بس خلي بالك اللي بتبدا بحرف ال وبيراعي الكيس، بمعنى ايه؟ لو انا كتبت له ال سمول يبقى هيطلع لي كل الحاجات اللي بتبدا ب ال سمول بس، ما يطلعش الحاجات اللي بتبدا ب ال كابيتال. لو انا كتبت له ال كابيتال نفس الكلام، ما يطلعش كل بيطلع كل الحاجات اللي بتبدا ب ال كابيتال بس ما يطلعش الحاجات اللي بتبدا ب ال سمول. تمام. طيب فانا هكتب لينير ري اوت، انا كاتب ال ال كابيتال صح، معلش كاتب ال ال سمول، معنى كده المفروض يطلع لي كل الحاجات اللي بتبدا بال ال اي ان بنفس الكيس بالظبط، انا كاتبها سمول يبقى سمول. طيب هلاحظ هنا طلع اللينير لي اوت وال ال بتاعتها كابيتال، معنى كده ان في مشكله. قال لك لا، عشان انا بس مغير اوبشنز في البرنامج. قلت له ايه؟ قلت له لو انا كتبت كلمه طلع لي طلع لي كل الكلمات، او طلع لي كل الحاجات اللي بتبدا بالكلمه دي او فيها الكلمه دي بغض النظر عن الكيس بتاعتي. لو انا كاتب سمول طلع لي كل السمول والكابيتال، او انا كاتب كابيتال طلع لي برضو كل الكابيتال والسمول. تمام. طيب انا عملتها ازاي؟ غيرت اوبشنز كده في البرنامج، غيرت في السيتنجز بتاعت البرنامج. فانا هقول له فايل واقول له سيتنجز، عايز اغير ايه بالظبط؟ هقول له عايز اغير في الاديتور. طيب عايز تغير في الاديتور ايه؟ اعمل بس اكسباند ليها كده، هتلاقي في حاجه اسمها جنرال، هعملها برضو اكسباند، هلاقي جواها اوتو كومبليشن، هعملها الاوتو كومبليت يعني. طيب كليك كده عليها هتلاقي كده في تشيك عندك على الماتش كيز، شيل التشيك دي، شيل علامة الصح دي وقول له اوكي. لما تقول له بقى ال كابيتال ال سمول، او حرف كابيتال او حرف سمول، هيطلع لك كل الحاجات اللي فيها الحرف ده او الكلمه دي بغض النظر بقى عن الكيس بتاعتك ايه. تمام. طيب انا هختار ايه؟ هختار هنزل كده بدل ما اكمل الكلمه هنزل بالاتجاهات تحت كده واقول له لينير لي اوت. حلو كده، هيكتب لك لينير لي اوت. طبعا المفروض في ال HTML تعمل ايه؟ زي ال HTML تعمل كده وايه وتقفل التاج صح؟ او ساعات كنت قبل ما تقفل الستارت تاج كنت بتحط كده حاجه اسمها اتريبيوت صح؟ مش انت في ال HTML كنت بتحط حاجه اسمها ستايل، تقول له ايكوال وتقول له بقى شويه حاجات هنا الستايل بتاع التاج دي. تمام. فدي بسميها اتريبيوت. برضه نفس الكلام هنا في اتريبيوت. قال لك بقى في اتريبيوت لازم احطها لكل فيو، اي فيو لازم ليه اتنين اتريبيوت اساسيين، عشان كده عامل لك علامه حمراء هنا. تمام. طيب ايه الاتريبيوت الاول؟ قال لك لازم احط الويدث بتاع الاتريبيوت ده. تمام. الاتريبيوت الثاني لازم بتاع الفيو ده، الاتريبيوت الثاني لازم احط الهايت بتاع الفيو ده. طيب اللينير لي اوت ده عباره عن ايه؟ قلت ده عباره عن فيو جروب، هو بقى اللي هيشيل الفيوز اللي جواه. طيب الفيوز اللي جواه دي ممكن تتحط فين على الشاشه؟ ممكن تتحط فوق على الشاشه، ممكن تتحط تحت، ممكن تتحط على اليمين، ممكن تتحط على الشمال، يعني ممكن تتحط في اي مكان بعرض الشاشه او طول الشاشه صح؟ يبقى المفروض الفيو جروب يبقى الطول بتاعه والعرض بتاعه بنفس طول الشاشه وعرض الشاشه صح كده، عشان الكومبوننت اللي جواه او الفيوز اللي جواه تتحط في اي مكان على الشاشه على حسب ما انا هحددها يعني. تمام. طيب فانا هقول له هنا بس كنترول زد تاني،
بس السليكشن هعمل ايه؟ هقول ويتس. كتبت كده دبليو اي طلع لي لي اوت ويتس، هقول اه هي دي، هعمل انتر. طيب هقول له ايه في اللي اوت ويتس؟ طبعا كتب لي اندرويد، طبعا الاندرويد ده زي ما قلنا طبعا المره اللي فاتت اللي هي النيم سبيس، عشان كده عمل لك السطر ده. طيب تمام، كتب لك اندرويد لي اوت ويتس، هحط ايه بقى في الويتس؟ طبعا اي اتريبيوت القيمه بتاعته لازم احطها ما بين دبل كوتيشن. عايز اقول له بقى نفس الويتس بتاع الشاشه. طب انا مش عارف الشاشه بتاعت الويتس بتاعها قد ايه؟ قال لك في كلمه جاهزه، كيورد جاهزه اسمها ماتش بيرن. لو انت كتبت ام اي كده او كتبت كنترول سبيس هتطلع لك، هختارها قبل انتر هيكتبها لي. دي معناها ايه؟ دي معناها بنفس الويتس بتاع الشاشه، ايا كان بقى ايا كان الشاشه بتاعتك حجمها قد ايه. طيب لسه برضه عامل لي علامه حمراء ليه؟ علشان لسه في اتريبيوت تاني هعمله، يبقى هسيب سبيس كده واقول له الهايت، هلاقي عندي لي اوت هايت، هعمل انتر هيكتبها لي. طيب هقول له ايه؟ هقول له ماتش بيرن. حلو كده؟ اه تمام. طبعا كتب لك السطر اللي هو النيم سبيس. طيب انا خلصت اللينير لي اوت، اه كده عملته. طيب المفروض تقفله بقى زي ما كنا بنقفل في ال HTML، يبقى المفروض انزل تحت كده واعمل افتح الاكواس دي واقول له سلاش واقول له لينير لي اوت، صح؟ يبقى ليه بادي بقى احط جواه كل الحاجات. يبقى انا كده عملت الستارت تاج، حطيت فيها الاتريبيوت، وبعد كده قفلت الستارت تاج، بعد كده بقى البادي، وقفلت وعملت الاند تاج بتاع بتاع الفيو ده او بتاع التاج دي. تمام، هتلاحظ ان في بعض الفيوز، في بعض الفيوز القفله بتاعت التاج بتاعتها مش كده. امال ازاي؟ قال لك القفله بتاعتها في نفس الستارت تاج. ازاي؟ بتلاقي كده في سلاش في الاخر. تمام، مش انت بتلاحظ كده في الـ في ال HTML؟ نفس الكلام هنا، انا ممكن اقفل الفيو اما عن طريق اند تاج يعني ويكون لي ماضي في النص، او اقفله في الـ في الستارت تاج. تمام، طيب ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ او انا هستعمل ده امتى وهستعمل التاني امتى؟ قال لك هتستعمل التاني اللي هو ده الانت تاج لو الفيو ده، لو الفيو اللي انت هتقفله ده ليه بادي. لو انت عايز تعمل ليه بادي، يعني ايه تعمل ليه بادي؟ يعني هيتحط جواه فيوز تانية. طيب هل اللينير لي اوت ده هيتحط جواه فيوز تانية؟ اه، لان انا قلت ان ده عباره عن فيو جروب، يبقى هيشيل حاجات جواه، يبقى ما ينفعش اقفله في الستارت تاج. امال هعمل ايه؟ هعمل له بادي كده، وبعد كده لما اخلص البادي بتاعه هعمل الانت تاج. انما في فيوز بقى، في فيوز مش هحط جواها فيوز تانية. بمعنى انا مثلا عندي فيو اسمه تكست فيو، شفنا المره اللي فاتت، هل ينفع احط فيو جوه تكست فيو؟ لا، بايولوجيك كده ما ينفعش. يبقى هقفله ازاي؟ هقفله في الستارت تاج نفسها زي ما هنشوف. المهم يعني اللينير لي اوت ده عباره عن فيو جروب، هحط جواه حاجات بادي، يبقى لازم اعمل ايه بادي؟ يبقى عندي ستارت تاج واتريبيوتس وعندي اند تاج. طيب تمام، اللينير لي اوت بقى احط جواه ايه؟ قال لك احط جواه الفيوز بتاعتي. طيب الفيوز بقى اللي انا هحطها جواه هيرصها بقى فوق بعض ولا ورا بعض بقى ولا تحت بعض ولا ايه بالظبط؟ قال لك انا هو اسمه لينير لي اوت يعني بشكل خطي. يبقى الفيوز اللي الفيوز اللي انت هتحطها هيرصها بترتيب ما انت حاططها. يعني انا قلت له الاول حط باتون، او كتبت له باتون، وبعد كده ضفت له ايديت تكست، وبعد كده ضفت له معرفش ايه، يبقى الاول ده هيحطه في الاول، بعد كده الفيوز الثاني هيحطه بعده، الفيو الثالث هيحطه بعده. طيب هيحطه بعده ازاي؟ قال لك هيحطه بعده في شكل خطي، يا اما ورا بعض بطول بطول الشاشه، يا اما تحت بعض، معلش، يا اما ورا بعض بعرض الشاشه، يا اما تحت بعض بطول الشاشه. طيب تعالوا نجرب كده، نعمل فيو، في فيو عندي اسمه باتون، شفنا المره اللي فاتت الويتس بتاعه. طب انا عايز الزرار اللي انا هعمله ده عرضه قد ايه؟ لو انا عايزه عرضه على قد الكلمه هقول له كلمه جاهزه اسمها راب كونتنت، على قد الكلمه اللي هحطها جواه يعني. تمام، طيب والهايت بتاع الزرار ده هقول له برده راب كونتنت، علشان يعمل لي زرار على قد الكلمه اللي انا هحطها جواه. طيب انا هحط كلمه جواه ازاي؟ في اتريبيوت برده اسمه تكست، تمام، بحط كلمه بقى جوه الزرار، هقول له وليكن بوتون واحد. طيب هل الزرار ده هيشيل جواه فيوز تانية؟ لا، مش هيشيل جواه فيوز تانية، يبقى اقفله في نفس في نفس الستارت تاج. يعني اعمل سلاش، لما انا بعمل سلاش هو هيقفل لي القوس لوحده. حلو كده؟ طيب يبقى انا عملت زرار باتون، طبعا اي، والباتون ده عباره عن فيو، يبقى لازم اعمل له ويتس وهايت، فعشان كده هو عملهم لك على طول. طيب الويتس بتاع الزرار انا عايزه على قد الكلمه اللي هي الباتون واحد ده، فهقول له راب كونتنت. طيب الهايت بتاعه، الارتفاع بتاعه عايزه على قد الكلمه، يبقى اقول له راب كونتنت. طيب حطه لك فين؟ حطه لك في الابر ليفت كورنر، في الاول، في اول الشاشه. طيب انا عايز اعمل ايه تاني؟ عايز اضيف زرار تاني. طيب هاخد ده كوبي بيست كده، او بص اعمل سيلكت من فوق الباتون، وحط السطر اللي بعد الباتون كمان. تمام، طيب اما كنترول سي وكنترول في، او لو انت بقى عايز تعملها على طول اعمل كنترول دي، كنترول ودي،
هعمل لك كنترول سي وكنترول في على طول. ماشي؟ طيب عمل لك ايه بقى؟ عمل لك باتون تاني، انا هغير التكست اللي جواه الاتريبيوت اللي جواه اسميه باتون 2. طيب حطه لك فين؟ حطه لك جنب الباتون الاول. بص هكبر بس عشان يوضح قدامنا، حطه لك جنب الباتون الاول، صح؟ ليه؟ لان ده لينير. طب تعالوا نعمل باتون ثالث. انا كده كده واخده كنترول سي، يبقى هعمل كنترول في على طول، احط اقول له هنا باتون ثالث. تمام؟ يبقى طول ما انت بتحط كده بيرص لك الحاجات دي بالترتيب ما انت حاططها، بيقول لك ده الاول يبقى احطه في الاول، ده بعده الثاني وهكذا، بيحطه لك في شكل خطي ورا بعض. ليه بقى ورا بعض؟ لان ده الديفولت اصلا، الديفولت بتاع او الاورينتيشن الديفولت بتاع اللينير لي اوت عباره عن هوريزونتال في شكل افقي. طيب افرض انا عايزها بقى في شكل راسي، اغير الاورينتيشن. طيب انت عايز تغير الاورينتيشن لمين؟ عايز اغير الاورينتيشن لللينير لي اوت. اللينير لي اوت الاورينتيشن الديفولت بتاعتها الكومبوننت اللي جواها بتحطها في شكل هوريزونتال. طب انا عايز اقول له غير لي الاورينتيشن بتاع اللينير لي اوت، قال لك هحط اتريبيوت اسمه اورينتيشن لللينير لي اوت. طيب احطه فين؟ حطه بعد اي اتريبيوت كده، يعني سيب سبيس ومثلا هنزل هعمل انتر، بس هشيل القايمه دي، يعني هعمل سكيب عشان بس لما اعمل انتر ما يحطليش حاجه جاهزه. هعمل انتر واقول اورينتيشن. طيب اعمل انتر، قال لي اندرويد اورينتيشن ايكوال، وقال لي دبل كوتيشن، حط بقى القيمه بتاعت الاورينتيشن. فهو عمل لك كده بيقول لك مديك اوبشنز، انت عايز هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ هي الديفولت اصلا من غير ما انا احط عباره عن هوريزونتال. طب لو انا عايز اغيرها هخليها فيرتيكال. تمام؟ طيب لو القيمه دي ما ظهرتش اعمل كنترول وسبيس هتظهر قدامي. طيب انا هخليها فيرتيكال، يبقى هترص الكومبوننت اللي جواها او هترص بقى الفيوز اللي جواها ورا بعض بس بشكل راسي. حلو كده؟ طيب تمام. بس خلي بالك انا دلوقتي عملتها فيرتيكال يبقى ورا بعض، صح؟ يبقى كل فيو ما ينفعش احط جنبه فيو تاني، يبقى كل فيو ما ينفعش احط جنبه فيو تاني، يبقى اكن كده كل فيو واخد صف، كل فيو واخد صف. طبعا انا لما بعمل كليك هنا في الاكس ام ال بيعمل لي سيلكت في البريفيو ده، طبعا بريفيو ليه. انا مثلا عملت كليك على ده عمل لي سيلكت عليه، عملت كليك على ده عمل لي سيلكت عليه، او العكس لو انا عملت كليك هنا هيروح يعمل لي سيلكت عليه في الكود. عمل لي طبعا حط لي الماوس على الايه او الكرسر بتاع الماوس على الحاجه اللي انا عملها سيلكت. تمام؟ طيب تمام. يبقى في الفيرتيكال كل فيو واخد صف. طب لو انا في الاورينتيشن بتاع الهوريزونتال تلاقي كل فيو ما ينفعش احط تحته حاجه. تمام؟ كل فيو ما ينفعش احط تحته حاجه، يبقى كده 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 اكن كل فيو واخد عمود. ماشي كده اكن كل فيو واخد عمود. طيب حد هيقول لي لو انا مثلا وصلت لاخر السكرين بتاعتك، لو انت وصلت يعني انا عملت باتن 1 2 3 4 5 لغايه 100، هل لما يوصل لاخر السكرين هينزل يكمل الصف الثاني الثالث الرابع؟ لا، هيكمل صف واحد بس. طب ما كده مش هيظهر. مش هيظهر بس هو موجود. تمام؟ فعلشان كده كل زرار كل فيو يعني كل فيو ما ينفعش احط تحته حاجه. ليه؟ انا عشان انا عاملها هوريزونتال، فكده كل فيو واخد عمود كامل. وبالنسبه للفيرتيكال ما ينفعش طبعا لما يخلص لما يوصل لاخر سكرين مش هيكمل العمود الثاني، لا هيكمل تحت، مش هيظهر بس هو موجود. يبقى كده كده اكن كل فيو واخد صف كامل. تمام؟ طيب لو انا بقى عندي، طبعا شفنا الكلام ده المره اللي فاتت، انا بس براجع عليه بشكل سريع عشان يبقى موجود في الفيديو بس. لو انا عندي عايز اعمل شكل، هفتح بس البين وهعتبر ان دي الموبايل بتاعي، شاشه الموبايل بتاعي. عايز اعمل ايه؟ عايز احط زرار او اي فيو، يعني مش شرط زرار، بس احنا بس بنعمل مثال على الزرار. عايز احط زرار كده، بعد كده عايز احط زرار جنبه اهو. تمام؟ يبقى اتعلمناها نعملها ازاي باللينير لي اوت. طيب قال لك بقى عايز احط زرار تحته هنا واحط زرار تحته هنا، ونفس الكلام تحته وتحته، يعني عامل عمودين، يعني اعمل عمودين او اعمل ثلاث عواميد. تمام؟ هعملها ازاي؟ هعمل الكلام ده ازاي؟ بالوضع الطبيعي دلوقتي مش هعرف. تمام؟ طيب امال ممكن اعملها ازاي؟ قال لك استخدم لينير لي استخدم لينير لي اوت جوه لينير لي اوت، او استخدم فيو جروب جوه فيو جروب. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ انا دلوقتي في الفيرتيكال كل فيو يعتبر واخد ايه؟ كل فيو يعتبر واخد صف كامل، صح؟ طب ما انت كده مش ما استفدتش حاجه بالصف، انت كده حجزت فيو واحد في صف، كل فيو واخد صف. طب قال لك بقى بدل ما تحط فيو على طول في الصف، طب ما تحط فيو جروب في الصف وحط جوه الفيو جروب ده
فيوز تانية. طيب تعالوا نشوف كده، هعمل كنترول اكس كل الحاجات دي، اخدها كات يعني. تمام، جوه لينير لي اوت المفروض لما احط فيوز كل فيو هياخد صف عشان انا عاملها فيرتيكال. طب قال لك بدل ما تحط فيو حط فيو جروب، يعني هحط لينير لي اوت جوه اللينير لي اوت، هفتح تاب كده واقول له لينير لي اوت. طيب هيقول لك طبعا الويتس والهايت، لان اي فيو لازم يبقى ويتس وهايت. طب الويتس هيبقى قد ايه؟ عايزه على قد الحاجات اللي انا هحطها جواه ولا على قد الصف؟ كده كده هو واخد صف كامل، قول له ماتش بيرنت. طيب ماتش بيرنت يبقى الويتس بتاعه هيبقى بنفس البيرنت بتاع اللينير لي اوت ده. طيب مين البيرنت بتاع اللينير لي اوت ده محطوط فين؟ محطوط جوه اللينير لي اوت الخارجي، يبقى البيرنت بتاع ده بتاع الفيو اللي جوه ده تمام هو الفيو اللي بره، هو الفيو اللي شايله. طيب الفيو اللي شايله ده الويتس بتاعه قد ايه؟ الويتس بتاعه برضه الماتش بيرنت. طيب مين بقى اللي شايل مين البيرنت بتاع الفيو جروب الرئيسي اللي هو الروت ده اللي هو الشاشه يعني. عشان كده لما اقول له الويتس ماتش بيرنت، لو انا قلت له ماتش بيرنت يبقى على قد الشاشه، لان البيرنت بتاع الفيو ده هو الروت اليمنت، الروت فيو، والروت فيو بعرض الشاشه او السايز بتاعه بنفس السايز بتاع الشاشه تمام. طيب فانا هقول لينير لي اوت الصف ده الفيو اللي جوه ده، فيو جروب اللي جوه ده اخليه بعرض الشاشه. طيب الهايت بتاعه الحاجات اللي جوه بقى الارتفاع بتاعها هقول له على قد الكونتنت اللي هي اسمها، اعمل كنترول سبيس هيطلع لك جراب كونتنت تمام. طيب الاورينتيشن بتاعته هو كده كده واخد صف كامل، وهي كده كده ديفولت اصلا هوريزونتال تمام. انا بس ممكن اعملها اورينتيشن واخليها هوريزونتال. طيب الليير لو ده احط جواه حاجه، احط جواه حاجه، يبقى هعمل القفله دي واخلي ليه باتش. يبقى اللينير لي اوت ده على بعضه عباره عن فيو واحد او عباره عن صف واحد تمام. الصف ده بقى ممكن احط فيه اكتر من فيو جوه البادي بتاع اللينير لي اوت. طب انا كنت واخدهم كوبي او واخدهم كات، هعمل كنترول وفي. بص كده رص الحاجات جوه اللينير اللي جوه الصف الاول تمام. طيب عايز اعمل صف تاني، يبقى اعمل كومبوننت تاني او اعمل فيو تاني بعد اللينير لي اوت ده تمام. طيب هعمله ازاي؟ خد ده كوبي بيست كده، كوبي بيست او كنترول دي على طول هيعمل لك صف تاني تمام. خلاص كده، يبقى انا بدل ما اعمل فيو واحد واحطه في صف وما استفدتش حاجه من باقي المسافه الباقيه، طب ما تحط فيو جروب، وفيو جروب بقى وزع جواها بقى الفيوز اللي انت عايزها تمام. طيب انا بس همسح البطن التالت ده عشان بس ايه مش عايزه. طيب هتلاحظ طبعا، تعالى خليك على الصف الاول ده اللي هو اللينير لي اوت الاول ده. طيب انا عايز الحاجات اللي جواه دي، هو طبعا ده لينير لي اوت جواه حاجات، الحاجات اللي جواه محطوطه في الشمال او محطوطه في الاول سكرين صح؟ طبعا ده انجليزي، فالاول الشاشه يبقى من الشمال لليمين. طيب انا بقى مش عايز كده، انا عايز الحاجات اللي جواه دي تبقى في نص الشاشه. فاتفقنا المره اللي فاتت في حاجه اسمها جرافيتي، في حاجه اسمها لي اوت جرافيتي. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ قلت تعالوا بس نبص اتريبيوت لللينير لي اوت عشان انا عايز اغير الحاجات اللي جواه، يبقى انت بتغير في اللينير لي اوت تمام. طيب فهضيف له اتريبيوت هقول له جرافيتي. لما تكتب جي ار اي بيطلع لك كل الحاجات اللي فيها حرف الحروف اللي هي جي ار اي دي، بيقول لك لي اوت جرافيتي وجرافيتي. طيب لي اوت جرافيتي بتعمل ايه؟ لي اوت جرافيتي قال لك بتحط الفيو نفسه او بتتحكم في مكان الفيو نفسه. لي اوت جرافيتي بتتحكم في مكان الفيو نفسه. طيب ايه الفيو نفسه اللي هو اللينير لي اوت يعني؟ هيتحط فين؟ عايز تحطه ناحيه الشمال، عايز تحطه ناحيه اليمين، عايز تحطه في النص. طيب انا هقول له ايه؟ لو انت عملتها سنتر او ليفت او رايت مش هتفرق بالنسبه لي، هتلاقي الشكل ما اتغيرش. ليه؟ لان اللينير لي اوت هو كده كده العرض بتاعه بنفس عرض الشاشه صح؟ وهو واخد صف واحد بس، فهيحركه يحطه فين يعني؟ تمام؟ فباي لوجيك ما لهاش معنى. يبقى لي اوت جرافيتي ممكن اقول له سنتر، ممكن اقول له ليفت، او ممكن اقول له رايت، بس في الحاله دي مش هتاثر بالنسبه لي في حاجه. ليه؟ لان اللينير لي اوت، لان اللينير لي اوت الويتس بتاعها بنفس الويتس بتاع الشاشه، عاملها ماتش بيرنت اهي. فبقول له حرك لي اللينير لي اوت دي، خليها في الاول في الاخر في النص، مش هتفرق بالنسبه لي. طب انا بقى مش عايز لينير لي اوت، انا عايز اغير، مش عايز اغير اللينير البوزيشن بتاع اللينير لي اوت، انا عايز اغير المحتوى اللي جوه اللينير لي اوت اللي هو البوتن واحد واثنين ده. فهعمل ايه؟ قال لك بقى بدل ما تقول له لي اوت جرافيتي هتستخدم جرافيتي بس. طيب جرافيتي بس بتاخد ايه؟ يا اما برضو يا اما في الاول يا اما في الاخر يا اما في النص
تمام. طيب لما اقول له في السنتر مثلا هيعمل ايه؟ الحاجات اللي جوه اللينير لي اوت، الفيوز الداخليه او الكونتنت الداخلي بتاع الفيو اللي هو اللينير لي اوت ده هيحطه في النص. فعشان كده خلى البطن واحد، الحاجات اللي جوه دي حطها في النص. خلاص يبقى عرفنا الفرق بين جرافيتي ولينير ولي اوت. جرافيتي، جرافيتي بتحط الكونتنت اللي جوه في النص. الكونتنت بتاع مين؟ الكونتنت بتاع الفيو اللي هو اللي انا حاطط الاتريبيوت بتاعه هنا. انا حاطط الاتريبيوت جوه اللينير لي اوت، يبقى الكونتنت اللي جوه اللينير لي اوت اللي هو ده هتحطه في النص. طيب انما لي اوت جرافيتي، لي اوت جرافيتي بتحط الفيوز نفسه. طب تعالوا كده نجرب لي اوت جرافيتي بشكل تاني، يعني هرجعها تاني لي اوت جرافيتي. اخليها فين؟ اخليها في الرايت. هو دلوقتي مش هتفرق لان اللينير لي اوت واخد الشاشه كامله، واخد العرض كامل يعني. طيب تعالوا نغير، بدل ما ياخد العرض كامل هقول له مثلا، هدي له قيمه معينه، اقول له مثلا، طبعا اقول له مثلا المفروض 200. طب هقول له 200 بكسل ولا 200 ايه؟ لا هقول له حاجه اسمها دي بي، 200 دي بي. تمام. طيب يبقى المفروض الويدث، المفروض الويدث بتاع اللينير لي اوت 200 دي بي، يعني مش بعرض الشاشه. فلو انا بقى قلت له لي اوت جرافيتي رايت، يبقى هيحرك اللينير لي اوت نفسه ناحيه اليمين. طب اهو عشان كده حرك اللينير لي اوت بالفيوز الداخليه اللي جواها، شايف ده يعني الكونتينر نفسه، حركه ناحيه اليمين. بس زوم اوت عشان يوضح، اهو حرك الكونتينر نفسه ناحيه اليمين. طب تعالوا كده نغير، بدل رايت اخليها ليفت، يبقى حرك الكونتينر بالفيوز الداخليه ناحيه الشمال. طيب تعالوا نخليها ستر، حرك الفيوز او حرك الكونتينر نفسه اللي هو اللينير اوت بالحاجات اللي جوه في نص الشاشه، تمام، في نص اللاين يعني في نص الرو. تمام. انما بقى لو انا كنت عامل الويدث دي نفس البيرنت ماتش بيرنت، فملهاش معنى لان هو كده كده هيحركه ويحطه فين ما هو بعرض الشاشه. تمام كده يا شباب. طيب عايز اعمل ايه تاني؟ عايز بقى اقول البطن الاول ده، تمام، انا رسمته خلاص، اترسم في المكان ده. عايز اقول البطن التاني بقى، كبر الويدث شويه. طيب كبر الويدث شويه ازاي؟ مش انا دلوقتي لينير لي اوت هي بعرض الشاشه صح؟ لينير لي اوت بعرض الشاشه، انا عاملها ماتش بيرا، جواها بطن واحد واخد على قد الكونتنت، وبطن اتنين واخد على قد الكونتنت، بعد كده في مساحه فاضيه صح؟ انا مش عايز كده، انا عايز البطن التاني ده ياخد المساحه الفاضيه كامله. تمام؟ يعني البطن الاول يترسم راب كونتنت عادي، والبطن التاني ده يترسم بس ياخد المساحه كامله، يعني يترسم وبعد كده ايه المساحه الفاضيه؟ في مساحه فاضيه؟ اه خدها كامله. طيب عايز اقول له بقى اعمل الحركه دي ازاي؟ قال لك في اللينير لي اوت في حاجه اسمها الويت. طيب الويت دي بتعمل ايه؟ قال لك بدي كده نسبه وتناسب ما بين الفيوز. اقول لي مثلا ده انت الويتس بتاعك هيكون نص الويتس التاني، او انت الويتس بتاعك هيكون ضعف الويتس التاني، او انت مثلا خد المساحه الفاضيه الكامله، خد المساحه الفاضيه كامله. تمام. طيب قال لك اصلا اي فيو الديفولت عنده الويت بصفر. اي فيو الديفولت ويت بصفر، بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو ان انا قلت له مثلا الويتس بتاعك راب كونتنت على قد الكلمه والهايت راب كونتنت، يبقى خلاص التزم بالحاجات دي، ما تكبرش بقى، ما تفردش. تمام. طيب لو انا بقى قلت له، جيت مثلا الاتريبيوت للبطن الثاني ده وضفت اتريبيوت سميته ويت، قلت له ويت، طبعا في حاجه اسمها لي اوت ويت، هدي له ايه؟ قال لك هدي له رقم. تمام. طيب هقول له مثلا واحد، يبقى الفيو ده واحد والفيو التاني الفيو اخوه بصفر صح؟ الفيو اللي هو في نفس الكونتينر يعني. طيب هيعمل ايه؟ هو دلوقتي لو انا بصيت على البريفيو هلاقي البطن التاني اخد المساحه الباقيه كامله. ليه؟ لان اللينير لي اوت دلوقتي واخده ماتش بيرن، حلو، واخده بعرض الشاشه. طيب جيت البطن الاول قلت له راب كونتنت، يبقى هيرسمه على قد راب كونتنت. طيب جيت للبطن التاني راب كونتنت، يبقى هيرسمه على قد راب كونتنت. بعد كده يبدأ يشوف هل في حد واخد ويت، او هل في حد واخد ويت؟ اه في حد واخد ويت. طيب الويت بتاعه بكام؟ هيلاقي في واحد واخد صفر، واحد تاني واخد واحد. تمام. يبقى في فيو واخد صفر وفيو تاني واخد واحد، يبقى نسبة ده لده كام؟ نسبة ده لده 100% الى صفر. تمام. نسبة ده واحد ونسبة ده صفر، يبقى ده واخد المساحة الفاضية كاملة وده مش هياخد حاجه من المساحه الفاضيه. تمام. يبقى يروح يشوف ان في مساحه فاضيه، في مساحه فاضيه، يروح يوزعها بقى بالنسبه للنسب اللي انا حاططها. طيب لو انا كنت مدي الباتون الاول ده برضو ويت، هو طبعا الويت بتاعه الديفولت صفر، انا هقول له ويت هنا واقول له واحد.
هيبدا يعمل ايه؟ هيشوف في مساحه فاضيه، اه في مساحه فاضيه، طيب هل في حد واخد ويت؟ اه في ناس واخده ويت، طيب النسبه من ده لده كام؟ قال لك ده 1 الى 1، يبقى وزع المسافه ما بينهم بالتساوي. تمام؟ طبعا انا مش لازم اكتب واحد، انا ممكن اقول له هنا 100 واقول له هنا 100. طيب 100 الى 100 يبقى هي 1 الى 1. آه خلاص كده يا شباب. طيب يبقى هو الاول بيبدا رسم الباتون بتاعي، او يبدا رسم الفيوز، كل الفيوز. تمام؟ بعد كده يشوف المساحه الفاضيه. طيب في مساحه فاضيه، اه في مساحه فاضيه. طب حد واخد ويت؟ اه في حد واخد ويت. يبقى وزع الويت بقى على حسب الويت بتاع كل واحد، بيبدا يشوف نسبه وتناسب. انا مثلا عايز ايه؟ المساحه الفاضيه الباتون الثاني ياخد ضعف الباتون الاول، فانا هقول له هنا مثلا 2 واقول له هنا 1، او اقول له هنا 100 واقول له هنا 50. تمام؟ هتلاقي البطن الثاني ده خد ضعف بالنسبه للمساحه الفاضيه، يعني ده خد ضعف البطن الثاني، او اقول له هنا مثلا 50 واقول له هنا 100، هتلاقي هي مش هتفرق بالنسبه لي. تمام؟ يبقى ده كده بالنسبه للوين. طيب هتلاقي طبعا البطن الاول لازق في البطن الثاني، صح؟ انا مش عايز كده، انا عايز اقول البطن الاول ده سيب لي مسافه فوق، تمام، وسيب لي مسافة على شمالك اللي هي قبل السكرين، قبله يعني، اللي هي سيب مسافة ما بينه وما بين السكرين يعني، وسيب مسافة ما بينك وما بين الحاجة اللي جنبك، وسيب مسافة ما بينك وما بين الحاجة اللي تحتك. طيب قال لك المسافات الخارجية للفيو بقول عليها مارجن، تمام، بقول عليها مارجن. طيب فأنا هعمل له إيه؟ هقول له أتريبيوت كده للبطن اللي أنا عايز بقى أحط فيه الأتريبيوت ده، هقول له مارجن. طيب انت عايز تضيف مارجن فين؟ عايز تضيف مارجن فوق، يبقى هتقول له مارجن توب. طبعا بيطلع لك شويه اوبشنز كده انت تختار منها. مارجن توب يبقى هيسيب مسافه ما بين الفيو ده والفيو والحاجه اللي فوق. تمام؟ طيب لو انا عايز تحت هقول له مارجن بوتوم، لو انا عايز ناحيه اليمين هقول له رايت، لو انا عايز ناحيه الشمال هقول له ليفت. طيب لو انا عايز احط كل القيم دي او كل الاتجاهات دي بنفس القيمه هقول له مارجن بس. تمام؟ طيب هتحط ايه؟ هقول له مثلا وليكن 20 دي بي. هيسيب لك مسافة فوق 20، على اليمين 20، تحت 20، على الشمال 20. حلو كده؟ طيب تعالوا نعمل نفس المارجن ده للباتون التاني عشان برضو ايه نشوفها قدامنا. اعمل لك نفس الكلام. تمام؟ طيب خلي الويت بس ايه ده زي ده، خلي ده واحد وخلي ده واحد. حلو كده؟ طيب تمام. طيب قال لك في حاجة تانية بقى، لو انا عايز اسيب مسافة بس مسافه داخليه، مش عايز اسيب مسافه خارجيه للفيو، لا عايز اسيب مسافه داخليه بالنسبه للبوردر بتاع الفيو ده والتكست اللي موجود جواه، يعني كلمه بطن واحد ده يسيب مسافه ما بينها وما بين البوردر بتاع الفيو اللي فوق، وما بين البوردر بتاع الفيو اللي تحت، وما بينها على الشمال وما بينها على اليمين. فقال لك في حاجه اسمها بادنج، في حاجه اسمها بادنج. طيب فبرضو في عندي بادنج، لو انا كتبت بي اي كده هيطلع لي كل الحاجات اللي بتبدا بالثلاث حروف دول. في عندك بادنج اند، في عندك عندك رايت right، وعندك ليفت، وعندك توب، وعندك بوتوم. طب لو انا عايز نفس الحاجات دي كلهم يعني بنفس القيمه هقول له بادنج بس. تمام؟ طيب بادنج بس هديله ايه؟ هقول له مثلا وليكن 20 دي بي. حلو كده؟ طيب تمام. طيب انا نسيت اقول حاجه بس، نسيت اقول حاجه. تعالوا بس نعمل الويدث بتاع اللينير لي اوت ده بتاع الفيو على بعضه، اخليه مثلا اخليه 100 دي بي، او اكبره شويه اخليه 200، اخليه 300. طيب تمام. طيب عايز اتحكم بقى، عايز اتحكم في اللينير لي اوت ده، ماشي، يا اما ناحيه الشمال يا اما في النص يا اما ناحيه اليمين. انا كده كده عامل لي اوت جرافيتي مخليها سنتر. طيب لو انا قلت له ليفت عايزها من الاول، تمام، هيدور لي ناحيه الشمال، صح؟ طب لو انا عايزها في اخر الشاشه يبقى هقول له رايت، صح كده؟ يبقى هيجي ناحية اليمين. طيب تمام. افرض بقى انا عايز اللينير لي اوت ده الفيوز اللي جواه يجي في نهاية الشاشة، ماشي. طيب انا دلوقتي الشاشة بتاعتي انجليزي، يبقى بتترسم من الشمال لليمين، فالنهاية، فانا عشان كده قلت له رايت. تمام؟ طيب لو الشاشة بتاعتي بقى عربي، يعني لو انت قلبت الابلكيشن بتاعك او قلبت الموبايل بتاعك للعربي، فالمفروض الشاشة تترسم من الشمال، او تترسم معلش من اليمين للشمال، صح؟ فالمفروض الفيو ده انت عايز تقول له خليك في نهاية الشاشة، يبقى المفروض يجي ناحية ايه؟ ناحية الشمال. طب انا قايله هنا رايت، طب يبقى كده يبقى في مشكلة عندي. يعني دلوقتي بص، انا كده كده عايز الفيو ده يجي في نهاية الشاشة بغض النظر بقى عن عربي وانجليزي. قال لك انت لما تقلب الموبايل بتاعك عربي،
هتلاقي الفيوز بتترسم من اليمين للشمال، من اليمين للشمال. يبقى المفروض الفيو ده، المفروض اللينير الاول ده يبقى في نهايه الشاشه، يبقى المفروض على الليفت. طب ما انت مثبته هنا رايت، يبقى مش هيقلب على الليفت. هي المفروض الفيوز تقلب لوحدها، بس قال لك ده بقى مش هيقلب. ليه؟ علشان هيقل له لي اوت جرافيتي، اعمله ناحيه ناحيه اليمين. يبقى كده كده هيفضل ناحيه اليمين بغض النظر بقى عن اللغه بتاعتك ايه. طب تعالوا نشوفها كده. لو انا غيرت الديفولت دي خليتها بريفيو رايت تو ليفت كانها عربي يعني، بص جاب لك اللينير اوت اللي تحت ده من اليمين للشمال. طيب اللينير اوت اللي فوق ده لسه زي ما هو ناحيه اليمين. طب ما انا كنت قايل له خليك في النهايه، في نهايه الشاشه. يبقى انا المفروض ادخل جوه الكود واقول له ايه، واقول له ليفت، صح؟ تمام كده. طب انا بقى انا عايزها دايناميك كده تتعمل لوحدها. هو يتعرف لو اللغه بتاعتي عربي يرمي لي اللينير الاوت ده في الاخر. طب في اخره هيعرف الاخر ازاي اللي هو ناحيه الشمال؟ طيب لو اللغه بتاعتي انجليزي يرمي لي اللينير الاوت ده في الاخر، الاخر اللي هو مين؟ اللي هو في الرايت. طب انا بقى أنا يبقى كده مش هعرف اثبتها، صح؟ فقال لك بقى بدل ما تقول له رايت وليفت، قول له حاجه اسمها ستارت واند. تمام؟ لو انت عايزها في نهايه الشاشه قول له اند، هيحطها لك في نهايه الشاشه بغض النظر بقى عن اللغه بتاعتك ايه. هي اللغه بتاعتك عربي، هو عارف النهايه اللي هي ناحيه الشمال، يبقى هيحطها في الليفت زي ما حطها في الليفت دلوقتي. طيب لو اللغه بتاعت انجليزي يبقى نهايه الشاشه ناحيه اليمين، صح؟ طب تعالوا نعملها كده، الغي الرايت تو ليفت دي. تمام، حطها لك فين؟ ناحيه اليمين. خلاص ليه؟ علشان اقول له هنا اند. يبقى كده دايناميك بقى بيعرف الاند بتاعك فين بالظبط بالنسبه للغه. تمام، نفس الكلام لو انا بقى عايزها في الاول بغض النظر بقى عن اللغه بتاعتي ايه، فانا هقول له هنا ستارت. تمام، يبقى هيحط لي اللينير الاوت ده في اول الشاشه بغض النظر بقى بغض النظر عن اللغه بتاعتي ايه. اللغه بتاعتي عربي يبقى هيحطه ناحيه اليمين، اللغه بتاعتي انجليزي هيحطه ناحيه الشمال. خلاص تمام كده يا شباب. طيب يبقى خلاص الغي الرايت والليفت دي بقى من دماغك، واستعمل ستارت وليفت. تمام، ستارت معلش ستارت واند. طيب تمام. هستفاد ايه بقى من الكلام ده؟ لو انا مثلا عايز اعمل ديزاين لشاشه، الشاشه دي بعت من خلالها ايميل. فانت لما تبعت ايميل بتلاقي يقول لك ايه تو، عشان تكتب عايز تبعت لمين، بعد كده التايتل، عنوان الايميل ده ايه، او عنوان المسج اللي انت هتبعتها له ايه. بعد كده بتلاقي فيه زي تكست اريا، مكان كده تكتب فيه المسج بتاعتك، تكتب فيه المسج بتاعتك. بعد كده في زرار تحت يقول لك سند، صح كده؟ طيب عايزين نعمل الديزاين ده، فتعالوا نعمل نلغي بقى كل الكلام ده، نعمله سيلكت كده والغيه، واسيب بس لينير لي اوت. تمام، طيب انا في الديزاين بتاعي عباره عن حاجات ورا بعض كده، فانا هسيبها فيرتيكال، سيب الاورينتيشن بتاع اللينير لي اوت فيرتيكال، وابدا احط الحاجات بتاعتي. طيب عايز احط ايه؟ عايز احط بقى حاجه ابدا اكتب فيها كلام، اللي هي انبوت، يعني انبوت تكست، فهنا اسمه ايديت تكست. فانا هفتح تاب كده واقول له ايديت تكست. طيب ايديت تكست ده عايزه العرض بتاعه بعرض الشاشه ولا على قد الكلام؟ لا انا عايزه بعرض الشاشه، فهقول له ماتش بيرن. طيب الطول بتاعه على قد الكلام، يبقى هقول له راب كونتنت. تمام، فعمل لك انبوت تكست ينفع تكتب فيه. تمام، طيب في بقى اتريبيوتس كده في الايديت تكست حلوه، بتلاقي في انبوت تكست بتلاقي فيه كلمه كده في الباك جراوند معموله في الانبوت تكست او في الايديت تكست، لما تيجي تكتب هتلاقي الكلمه دي بتختفي، صح؟ طيب دي اسمها ايه؟ قالك دي اسمها هنت. ففي عندي اتريبيوت اسمه هنت. تمام، هعمل انتر، بياخد ايه؟ بياخد الكلمه اللي انا عايزها تظهر، تظهر لليوزر، عشان بس تعرف اليوزر هتكتب ايه هنا. فانا عايز اقول له دي مثلا تو، عشان تكتب لي الايميل هنا. فبص ظهر لك هنا تو في الباك جراوند كده، اول ما يجي يكتب هتلاقي تو دي اختفت خالص. تمام، طيب الايديت تكست ده بقى انت هتكتب فيه ايه؟ مش ساعات بتلاقي مثلا تعمل كليك كده بتفتح يعني انبوت تكست تضغط عليه بيفتح لك الكيبورد، ساعات بتلاقي كيبورد ارقام، بتلاقي كيبورد الارقام بس، او بتلاقي كيبورد مثلا ارقام وحروف، او بتلاقي كيبورد ظهر لك كده تحت علامة الات، صح؟ او ظهر لك ات وفي دوت كوم، صح كده؟ بيوفر عليك يعني اختصارات. فالايديت تكست بقى ليه انواع، او ساعات الايديت تكست تيجي تكتب فيه بتلاقي زي الباسورد كده الكلام ما بيظهرش، اللي هي يعمل لك دوت 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 كانك بتكتب باسورد يعني. فكل الحاجات دي بقول عليها ايديت تكست. تمام، بقول له ايديت تكست، وفي الاتريبيوت بتاعته بقى ببدا احدد نوع الايديت تكست ده ايه. طيب هحدد نوع التكست ده ازاي؟ قال لك في اتريبيوت اسمه انبوت تايب، فانا بس هكتب له تايب كده، هلاقي في حاجه اسمها انبوت تايب، هنزل عليها بالاتجاه بتاعت الكيبورد واعمل انتر هيكتبها لي، فطلع لك شويه اوبشنز كده.
من ضمن الاوبشنز دي ايه؟ بيقول لك انت عايز بقى تعمل ايه بالظبط؟ لو انا بقى ده باسورد، يعني اول ما اكتب فيه يكتب لي نقط، حاجات منقطه كده، عشان لو حد قاعد جنبك ما يشوفش الباسورد، هختار هنا باسورد، هكتب باسورد، هيطلع لك كذا حاجه للباسورد. طيب في ايه؟ في نمبر باسورد، في تكست باسورد، في حاجات تانيه. ايه النمبر باسورد دي؟ قال لك دي عباره عن باسورد، بس لما تضغط عليها الكيبورد بتكون عباره عن ارقام بس. تمام؟ طيب انما التكست باسورد قال لك دي عباره عن ارقام وحروف عادي. تمام؟ طيب انا مش عايزها باسورد، امال عايز ايه؟ انا عايزها ايميل، مش انا هكتب هنا ايميل ابعت، بيقول لك تو، يبقى هتكتب ايميل الشخص اللي انت عايز تبعت له الرساله دي، فانا هقول له هنا ايميل. هتلاقي في عندك تكست ايميل ادرس، هختارها. طيب دي بتفرق في ايه؟ قال لك بيطلع لك الكيبورد العاديه، الكيباد العاديه، بس تحت كده جنب المسطره، جنب المسافه اللي تبقى تحت في الكيبورد دي، علامه الات. تمام؟ عشان تكتب الايميل بسرعه يعني. تمام؟ طيب تمام كده. عايز اعمل ايه؟ عايز اسيب مارجن ما بين الايديت تكست ده وما بين السكرين بتاعتي، فاقول له مارجن بس، عشان يسيب لي ما بين فوق وتحت وعلى اليمين وعلى الشمال، اقول له مارجن مثلا 10 دي بي. تمام؟ فساب لي مارجن. طيب عايز اسيب بقى مسافه داخليه ما بين الكلام اللي هكتبه وما بين البوردر، لو في بوردر يعني الايديت تكست، يسيب لي مسافه ما بين البوردر وما بين الكلام اللي انا هكتبه، ما يبقاش لازق في البوردر بالظبط، هقول له هنا بادنج. اقول له بادنج كام؟ هقول له بادنج 5 دي بي. حلو كده؟ تمام. طيب طبعا لو انت عايز تكبر السايز بتاع الخط اللي بتكتب جوه فيها، ففي عندك اسمه، في عندك اتريبيوت اسمه تكست سايز، اهو تكست سايز، وتقول له مثلا عايز التكست اللي جوه ده يبقى مثلا 12، بس مش 12 بقى دي بي، لا التكست بقول له اس بي. تمام؟ او مثلا 18 اس بي، او بص مثلا 22 اس بي. تمام؟ فهتلاحظ ان تلاقي البتاع التكست بتاعك بيكبر شويه. تمام؟ طيب طبعا لو عايز تحط برضو، عايز تحط حاجات تانية في التكست ده، في عندك بقى تكست كلر بقى وحاجات تانية. تمام؟ تكست كلر، وتقول له هنا مثلا الكلر بتاعك عايز اي تكست بكتبه مثلا يبقى بحاجه معينه، فانا ممكن اضيفها هارد كود هنا، يعني اضيف له اللون على طول، اقول له هاش، واقول له مثلا عايزها باللون الاحمر، فهكتبها عن طريق اللي هي الهيكسا ديسيمال، يعني اقول له مثلا اف 00، المفروض اي حاجه هتتكتب جوه هتتكتب باللون الاحمر. تمام؟ طيب لو انا مثلا عايز اي كلمه تتكتب جوه، تتكتب حروف كابيتال، يعني لو اليوزر بيكتب سمول او كابيتال، كلام يتكتب كابيتال، ففي عندي حاجه اسمها تكست اول كابس، في عندي تكست اول كابس بتاخد ايه؟ يا اما ترو فولس. الترو دي معناها ان انت مفعل الكابس اللي هي موجوده في الكيبورد دي، مش انت لما بتفعلها بيكتب لك الحرف كابيتال، فلو قلت له هنا ترو اي حاجه هتتكتب جوه هتبقى ترو، هتبقى كابيتال. انما لو انا قلت له هنا فولس بقى، لو قلت له هنا فولس، على حسب اليوزر، اليوزر هيكتب كابيتال الحرف كابيتال هيكتبها كابيتال، اليوزر هيكتب سمول هتكتب سمول. طيب تمام، انا مثلا خلصت ده. خلاص. طيب هقفله ازاي بقى؟ هقفل التكست ده ازاي؟ هل ده هحط جواه فيوز تانيه؟ لا مش هحط جواه فيوز تانيه، يبقى هقفله في نفس الستارت تاج، يعني هعمل علامه السلاش دي هو هيعمل لي في الكوس. طيب يبقى انا كده عملت الايد تكست الاول. عايز اعمل ايه تاني؟ عايز اعمل ايه تكست تاني علشان احط جواه عنوان التايتل بتاع الرساله. تمام؟ التايتل بتاع الرساله يبقى كنترول سي وكنترول في. تمام؟ كنترول سي اهي، كنترول في، او تعمل كنترول دي هو هيعمل لك الاثنين. تمام؟ هغير بس الهنت دي، اخليها بدل تو هخليها تايتل. تمام؟ طبعا المفروض الانبوت تايب هنا المفروض اقول له تكست بس، تمام، لان التايتل طبعا ممكن يكتبه اي حاجه. طيب عايز اعمل ايه تاني؟ عايز اعمل تكست تالت عشان يحط في الرساله بتاعتي، فهقول له هنا الرساله بتاعتي هسميها مثلا الهنت هنا مسج، يعني اكتب المسج بتاعتي، وده برضو عباره عن تكست عادي اللي هو الانبوت تايب. تمام؟ طيب بعد كده عايز بقى في الاخر اضيف باتون، يبقى هقول له باتون هنا الويدث قد ايه، عايز الويدث على قد الكلمه بتاعته، والهايت على قد الكلمه بتاعته. طيب عايز احط جواه كلمه، يبقى في اتريبيوت اسمه تكست احط جواه مثلا سن. هتلاحظ طبعا ان السند دي بص كتبت كلها كابيتال، صح؟ مكتوبه كلها كابيتال، لان الديفولت اصلا الكابس لوك في الكابس التكست اول كابس معموله ترو ديفولت كده في الباتون. طب لو انا عايز اغيرها اكتب لي بقى على حسب ما انا كاتب، هتلاقي في عندك تكست اول كابس اهي، هخليها فولس. لما تخليها فولس بقى هيكتب لك السن دي على حسب ما انت كاتب، انا كاتب الاس هنا كابيتال كتبها لك كابيتال، وانا كاتب الباقي ده سمول، فهيكتب لك الباقي سمول عادي. تمام؟ طيب تمام. طيب هتلاحظ طبعا ان الباتون ده هحطهولك، هقفل بس الباتون ده، هحطهولك على الشمال، صح؟ زي اي اتريبيوت بحطه على الشمال عادي ورا بعض.
طب افرض انا عايز احطه في نص الرو، طبعا كل فيو واخد صف، فانا عايزه في نص الرو، هقول له هنا جرافيتي بقى ولا هقول له لي اوت جرافيتي؟ اتفقنا ان جرافيتي بتحط الكونتنت اللي جواها. طب ايه الكونتنت اللي جوه البطن؟ اللي هو الكلمه. طب انا مش عايز احط الكلمه في النص، ما كده كده كلمه في النص اصلا، لا انا عايز اقول له الفيو نفسه، يبقى هقول له لي اوت جرافيتي. طيب احطه فين؟ عايز احطه في اخر الشاشه، يبقى هقول له اند. طب عايز احطه في نص الشاشه، هقول له سنتر. عايز تحطه في اول الشاشه، قول له ستارت. مش انا عايز انا عايز مثلا اسيبه في نص الشاشه كده، يبقى هقول له سنتر. تمام. طيب خلاص كده. خلاص. بس طبعا في حاجه ناقصه. ايه الحاجه اللي ناقصه دي؟ بتلاحظ طبعا ان في الديزاين بتاع الشاشات اللي فيها الايميل دي، بتلاقي المسج دي بتبقى اكتر من سطر، يعني الهايت بتاعها الطول بتاعها بيبقى اكبر من كده، صح؟ فالمفروض دلوقتي ان انا اروح للايديت تكست دلوقتي، تمام، واقول له الهايت بتاعي بدل ما هو راب كونتنت على قد السطر واحد دلوقتي، لا خليه مثلا 200 دي بي، صح؟ مش انت المفروض تعمل كده؟ تمام. بس دي كده انا عملتها على حسب الشاشه اللي قدامي، على حسب السايز بتاع الشاشه، البريفيو اللي قدامي اللي انا مختاره دلوقتي ايه، اللي هو الشاشه اللي هي بتاعت اللي هي دي، اللي هي 1080 في 1920. طب ما عادش دي. طيب في شاشات تانية أصغر وفي شاشات تانية أكبر، صح؟ فلو مثلا لو في شاشات تانية أصغر من الشاشة دي، هتلاقي المسج دي بقت اتفردت عندك في الشاشة، صح؟ لأن أنا قلت له هنا 200 دي بي، وهتلاقي السن دي تحت ممكن ما تلاقيش ظهر أصلا. ليه؟ لأن أنا مثبت الهايت بحاجة معينة، مثبتها بقيمة معينة. لا، فأنا أنا مش عايز أثبتها. ليه؟ لأن أنا دلوقتي أنا عامل على سايز معين، الشاشات التانية أو الموبايلات التانية فيها شاشات مختلفة أو السايز بتاعها مختلف، فهتلاقي الديزاين بتاعي مختلف. لا، أنا عايز أثبت الديزاين، تمام. فقال لك بقى بدل ما تقوله 200 دي بي، لا رجعها تاني الراب لي أوت أو راب كونتنت يعني. طيب هعمل إيه؟ قال لك استفاد من اللينير لي اوت في حاجه اسمها الويت. طيب انا كنت بستفاد من الويت في ايه؟ بستفاد من المساحه الباقيه في السكرين، صح؟ طيب انا عندي في مساحه فاضله، صح؟ فاقول للمسج دي، اقول للمسج خد المساحه الفاضله. طيب هقول للمسج دي خد المساحه الباقيه دي ازاي؟ هقول الويت بتاعها، تمام، هقول الويت بتاعها 1. طيب والويت بتاع الفيوز الثانيه بصفر، صح؟ يبقى هيرسم كل فيو راب كونتنت زي ما انا عامله، والمسج دي هي اللي هتاخد كل المساحه الفاضيه، يبقى هقول له هنا 1، يبقى نسبة الفيوز دي لبعضها ده 1 والباقي كله أصفار، عشان كده المسج دي أخدت كل المساحة الفاضية، تمام. خلاص كده. طيب أنا مثلا عايز أسيب مسافة تحت كده ما بين السند وما بين نهاية السكرين بتاعتي، فأنا هرجع للبطن أقول له سيب مارجن، أقول له مارجن إيه بقى؟ عايزها بوتوم ولا في الرايت ولا في الإند ولا إيه؟ هقول له بوتوم. طيب عايز تسيب قد إيه؟ هقول له مثلا 20 دي بي، تمام، أو أسيب مثلا هسيب 200 دي بي، تمام. يبقى انا سبت المسافه ما بينه وما بين السكرين. حد هيقول لي طب ما المسج كده ما مالتش المساحه الفاضيه، مالت بس الحاجه اللي هي فوق السند. قال لك لان المارجن والبادنج دول بيتحسبوا من السايز بتاع الفيو نفسه، تمام. انا قلت الاول انا برسم الفيوز، انا عاملها راب كونتنت هتترسم، يعني ده بيترسم والمسج بتترسم والسند بتترسم بما فيهم المارجنز والبادنج، تمام، بيترسموا عادي راب كونتنت او انا مثبته بسايز معين. بعد كده ببدا اشوف ايه المساحه الفاضيه، المساحه الفاضيه اللي باقيه في الشاشه، المارجنز ما بتتحسبش من المساحه الفاضيه لان المارجن انا عاملها تبع مين؟ تبع البطن. يبقى المارجن تبع البطن، المسافه دي تبع البطن، تمام. يبدا يشوف المساحه الفاضيه ايه ويبدا يديها للي واخد ويت. مين اللي واخد ويت دلوقتي؟ اللي هو الايديت تكست، فهيملاه هيعمل له ستريتش يعني في المساحه الفاضيه كامله. خلاص، يبقى خلي بالك المارجن ما بتتحسبش المساحه الفاضيه، عشان ما حدش يقول لي انا عامل ويت واحد والباقي كله اصفار ديفولت وما بلاش هنا، لان دي تبع المارجن بتاع السن، تبع المساحه بتاعت السن. خلاص، تمام. طيب يبقى ده كده بالنسبه للينير لي اوت. طيب لو انا بقى عايز احط حاجه في نص السكرين بالظبط، يعني عايز اعمل شاشه واحط جواها فيو واحد باتون يعني، واحط الباتون ده في نص السكرين، اعملها ازاي؟ او مثلا عندي زرار معين بتون وعايز احطه في الكورنر تحت كده في السكرين، او احطه تحت في السكرين في النص، او احطه على اليمين، او احطه فوق على اليمين، او احطه فوق على الشمال. طبعا فوق على الشمال كده كده اعرف اعملها باللينير لي اوت، المهم يعني احطه في مكان معين. قال لك باللينير لي اوت مش هعرف. ليه مش هعرف؟ لان اللينير لي اوت لازم حاجات ورا بعضها، صح؟ يعني لو انا عايز احط فيو واحد واحطه تحت مش هعرف، انما لو عايز احط السن ده تحت لازم اعمل فيو فوق
واخلي الفيو ده ياخد المساحه الفاضيه كامله، تمام؟ فلما ياخد المساحه الفاضيه كامله فالسن دي هتنزل تحت زي ما عملنا دلوقتي، لما قلت المسج دي خد المساحه الفاضيه كامله وشلت المارجن ده فالسن نزلت تحت. انما لو انا عايز احط فيو واحد بس واحطه تحت او احطه في نص الشاشه، طيب هعملها ازاي؟ مش هعرف اعملها باللينير دي اوت. فعلشان كده عملوا فيو جروب تاني، تمام؟ طيب فيو جروب التاني ده اسمه ايه او بيشتغل ازاي؟ قال لك بقى بيشتغل زي ما انت بتقعده في السكشن كده. طيب بتقعده في السكشن ازاي؟ انت مثلا ممكن تقعد تجيب كرسي وتقعد في اخر المعمل، تمام؟ او تقعد في اول المعمل، او تقعد مثلا على يمين الـ على يمين الـ على يمين الشاشه الداتا شو، او على شمال الداتا شو، او قدام زميلك او ورا زميلك، او على شمال زميلك او على يمين زميلك، صح؟ يبقى انت بتقعد بناء على حاجه تانية، او مرتبط بحاجه تانية، او ريلاتيف لحاجه تانية، صح؟ فانا نفس الكلام في عندي فيو جروب تاني، تمام؟ هفتح بس الكلام ده، في عندي فيو جروب تاني بحط جواه الكونتنت. انا بقى اللي بحط جواه الكونتنت ده ريلاتيف بالحاجات التانية، بالحاجات التانية اللي هي ايه؟ اللي هي الفيوز التانية اللي معاه في الشاشة او بالنسبة للشاشة نفسها، تمام؟ طيب فانا بقى همسح الريلاتيف اللينير دي اوت ده، همسح الفيو جروب ده، هعمل له سيلكت بس كده، ما تعملش سيلكت من المسافة لا، يعني من اخر الكلمة كده اعمل سيلكت ليه واكتب ريلاتيف ار اي كده، هيطلع لك ريلاتيف لي اوت، هنزل عليها واعمل انتر. طبعا لما انت عملت كده غير لك الستارت وهو لوحده غير لك الاند، تمام؟ طبعا هسيب الويدث زي ما هو والهايت زي ما هو، طبعا والاكس ام ال ده اللي هو النيم سبيس هسيبه زي ما هو، تمام؟ بس هشيل الاورينتيشن، بس هشيل الاورينتيشن الاتريبيوت ده، لان الريلاتيف لي اوت ملوش اورينتيشن. انا بقى جواها انا اللي بست البوزيشن بتاع كل فيو بنفسي، بقول له حط ده في اخر في اخر السكرين، حط ده في اول السكرين، حط ده فوق في السكرين، حط ده تحت في السكرين، حط ده في نص السكرين، تمام؟ او حط ده على يمين ده وهكذا. طيب احط جواه فيوز ازاي؟ زي ما عملنا في لينير لي اوت، اقول له مثلا بطن، واقول له الويتس بتاعه هيكون راب كونتنت، الهايت بتاعه راب كونتنت، واحط جواه كلمه تكست، تمام؟ واقول له مثلا واحد، ماشي؟ طيب انا قلت له حطه فين؟ لا ما قلتلوش حطه فين. طيب هو هيحطه فين؟ هيحطه في الاول سكرين فوق على الشمال اللي هو الابر ليفت كورنر ده، تمام؟ طيب تعالوا كده نحط باتون تاني، هاخد ده كده كوبي بيست او اعمل كنترول دي، تمام؟ واغير التكست بتاعه اخليه 2. طيب ظهر فين؟ ظهر في نفس مكان الفيو الاول، يعني ظهر فوق، تمام؟ يبقى انا لما بحط فيو واحط بعده فيو تاني بيظهر فوقه. طيب لو انا حطيت فيو تالت، انا كده كده واخده كنترول سي، هقول له كنترول في واسميه 3، هيظهر فوقهم خلاص. لو انا حطيت فيو رابع هيظهر فوق. يبقى انا في الريلاتيف لي اوت لو انا ما قلتلوش اظهر فين البوزيشن بتاعك فين، يعني يبقى هيحط كل الفيوز فوق بعض، واخر فيو انا حطيته هيتحط هو اللي فوق والباقي مش هيظهر قدامي، تمام؟ طيب انا بقى مش عايز اعمل كده، انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اقول لي ده حط ده مثلا في اول سكرين، احط ده في اخر سكرين، احط ده تحت، احط ده مثلا تحت على اليمين، احط ده تحت على الشمال. فقال لك بقى علشان احط البوزيشن، عشان ما تتلخبطش يعني، علشان احط بوزيشن لاي فيو علشان ما تتلخبطش، شوف البوزيشن بالنسبه للاكس والبوزيشن بالنسبه للواي، يعني احط البوتن ده فين بالنسبه للسكرين، الخط الافقي كده، تمام؟ اللي هو الاكس يعني، وبالنسبه للسكرين الخط الفيرتيكال اللي هو الرأسي. يبقى انا هشوف هحطه فين بالنسبة للهوريزونتال، هحطه في الهوريزونتال هنا اللي هو الخط الافقي في الاول ولا في النص ولا في الاخر. طيب وبالنسبة للفيرتيكال هحطه فوق ولا في النص ولا تحت. خلاص يبقى علشان تحط بوزيشن اي فيو افتكر الحاجتين دول، الهوريزونتال والفيرتيكال. الهوريزونتال هتحطه فين؟ يا اما في الاول يا اما في النص يا اما في الاخر. طيب والفيرتيكال يا اما فوق يا اما في النص يا اما في الاخر. طيب فتعالوا كده للفيو الاول ده اللي هو البطن الاول ده، عايز احطه فين؟ عايز اقول له خليك في الاول على الشمال، يعني في نفس المكان ده، هو طبعا ديفولت في نفس المكان بس انا عايز اقول له في الكود بقى، تمام؟ طيب فانا هقول له ايه بقى؟ عايز اقول له خليك في بالنسبه للهوريزونتال خليك في اول البيرنت بتاعك. مين البيرنت بتاع الباتون؟ مين البيرنت بتاع الباتون دلوقتي؟ هو محطوط جوه مين؟ محطوط جوه ريلاتيفلي اوت، يبقى البيرنت بتاعه مين؟ اللي هو ريلاتيفلي اوت. طيب ومين البيرنت بتاع ريلاتيفلي اوت؟ اللي هو الشاشه اللي هي سكرين،
انا قلت له هنا الويدث ماتش بيرد، تمام. فانا هقول له هنا، هقول له ايه؟ هقول له في اتريبيوت عندي، لو انا كتبت كده بيرد تمام ستارت، مش انا عايزه في الهورزونتال، عايزه في الستارت. لو انا كتبت كده بيرنت ستارت هيلاقي عندك ايه؟ لي اوت، انت عايز لي اوت الاين بيرنت ستارت، هقول له اه، هيقول لك انت عايزها فعلا، يبقى هقول له ترو، معلش على ترو، تمام. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الهوريزونتال بتاع الباتون ده، الهوريزونتال بوزيشن اللي هو الخط الافقي يعني بتاع الباتون ده، هيبقى في الستارت بتاع البيرنت اللي هو في الاول. طبعا هو ما عملش حاجه قدامي على الشاشه لان كده كده هو في الاول. طيب بالنسبه بقى للخط الفيرتيكال، انا قلت في توب وفي توب وفي سنتر وفي بوتوم، تمام. فانا عايز اقول له ايه؟ عايز اقول له في التوب بتاع البيرنت. فلو انا كتبت كده بيرنت بيطلع لك كل الحاجات بتاعت البيرنت. فلو انا كتبت بيرنت توب، بص هيقول لك اللاين بيرنت توب، هعمل انتر، انت عايزها اه فعلا، يبقى هقول له ترو، تمام. يبقى هيبقى بالنسبه للخط الهوريزونتال على في الاول هنا، وبالنسبه للخط الفيرتيكال فوق خالص، يبقى هيظهر في الابر ليفت كورنر، عشان كده ما ظهرش قدامنا، ما ظهرش قدامنا لان كده كده في الابر ليفت كورنر. طيب تعالوا كده نشوف التاني، هيظهر بقى في التاني ده. انا عايز احط البوتن التاني ده، عايز احطه بالنسبه للهوريزونتال، عايز احطه في اخر السكرين، تمام. وبالنسبه للفيرتيكال عايز احطه في التوب بتاع السكرين، تمام. فانا هقول له هنا عشان اجيبه في الكورنر ده، في الكورنر اللي على اليمين ده، في الرايت كورنر ده، تمام. فانا هقول له بالنسبه للهوريزونتال خليه في اخر سكرين، يبقى السكرين دي اللي هي اخرها فين؟ اخرها في الرايت، صح. بس انا بقى مش هستعمل رايت وليفت، اتفقنا، انا هستعمل ستارت واند، تمام. فانا هقول له بيرنت، عايز بالنسبه للبيرنت، صح، بالنسبه للسكرين بتاعتي، يبقى هقول له بيرنت بيرنت اند، تمام. هقول له الاين بيرنت اند، اقول له ترو، يبقى بالنسبه للهوريزونتال هيحركها لك في اخر السكرين. طيب وبالنسبه بقى للفيرتيكال، عايزها في التوب ولا في السنتر ولا في البوتوم؟ فهروح هنا واقول له بيرنت، تمام، هيطلع لك كل الحاجات بتاعت البيرنت اهي، تمام. فانا عايز اقول له فوق ولا تحت ولا في السنتر، فانا هقول له توب، اختار توب دي واقول له ترو، احطها هنا. طيب تمام كده خالص. عايز اعمل ايه بعد كده بقى؟ عايز البوتون التالت ده، عايز البوتون التالت ده احطه فين؟ احطه تحت على الشمال، احطه تحت على الشمال. طيب تحطه تحت على الشمال، يبقى بالنسبه للهوريزونتال، بالنسبه للهوريزونتال في على في الاول ولا في النص ولا في الاخر؟ في الاول. يبقى انا هقول له الاول مين؟ في اول البيرنت، يبقى انا هقول له بيرنت، بيرنت بقى ستارت، تمام، مش بيرنت بقى ليفت، لا بيرنت ستارت، تمام. طيب هقول ترو، فعشان كده هو طبعا لسه، هو طبعا ديفولت الفيرتيكال فوق، فلسه زي ما هو فوق، بس هو على الشمال، هو كده كده على الشمال. طيب لو انا بقى قلت له ايه بالنسبه للفيرتيكال؟ عايزه فوق في النص تحت، لا عايزه تحت، يبقى هقول له بيرنت بوتوم واقول له ترو، حطه لك كده. طيب تعالوا كده نعمل باتون، باتون رابع ونحطه تحت على اليمين. فانا هعمل باتون اهو واقول له الويتس بتاعه راب كونتنت، راب كونتنت، واقول له التكست ده هسميه 4، تمام. طيب هو كده كده ديفولت حطهولك في الابر ليفت كورنر في الاول. عايز اقول له ايه بقى؟ عايز اقول له بالنسبه للهوريزونتال ضيفه في الاخر. فانا هقول له هوريزونتال بتاع مين؟ بتاع البيرنت يعني، في اخر مين؟ معلش، في اخر البيرنت. فانا هقول له بيرنت ان، بيرنت ان، فراح في الاخر. طيب بالنسبه للفيرتيكال حطه تحت، يبقى انا هقول له بيرنت هنا، بيرنت بوتو، تمام كده. البطن ده صعب كده يا شباب. طيب عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اعمل بطن خامس واحطه في نص السكرين، تمام. طيب انا هعمل بطن اهو واقول له الويدث راب كونتنت، الهايت راب كونتنت. طيب اقول له التكست هنا اسميه 5. طيب هعمل ايه؟ عايز بالنسبه لل عايز بالنسبه للهوريزونتال احطه فين؟ احطه في النص، صح. طيب وبالنسبه للفيرتيكال احطه فين؟ احطه في النص، صح. فلو انا كتبت كده سنتر، بص يطلع لك حاجات بتاعت السنتر، في عندك سنتر فيرتيكال وسنتر ان بيرنت وسنتر هوريزونتال. انا عايز ايه؟ انا عايز بالنسبه للهوريزونتال سنتر هوريزونتال، اه سنتر هوريزونتال، هقول له ترو. طيب بالنسبه للفيرتيكال اكتب كده سنتر، هيطلع لك سنتر فيرتيكال، اه عايز هي الكلمه دي، هعمل انتر هيكتبها. طب عايز ترو ولا فورس؟ عايز ترو، يبقى هحطها في النص. يبقى ده بالنسبه للهوريزونتال حطه في النص، وبالنسبه للفيرتيكال برضه حطه في النص. تمام، اقفل البصمه.
خلاص. طيب قال لك ممكن بدل ما اعمل سنتر هوريزونتال وسنتر فيرتيكال اكتب مرتين، يعني اكتب حاجتين ممكن امسحهم. تمام، لما انا كتبت سنتر بص كان في عندك حاجه ثالثه اسمها ايه، سنتر انبيرنت، بتعمل ايه؟ قال لك بتحطه لك سنتر هوريزونتال وسنتر فيرتيكال، يعني اكن كده كتبت السنتر هوريزونتال فيرتيكال. فبدل ما اكتبهم مرتين، بدل يعني ما اكتب حاجتين، لا اكتبها اكتب حاجه واحده بس اللي هي سنتر انبيرنت. مين البيرنت بتاع البطن ده؟ اللي هو اللي هو الريلاتيفلي اوت، والريلاتيفلي اوت بعرض الشاشه وطول الشاشه، يبقى هيحطه في نص الشاشه بالظبط، سنتر فيرتيكال وهوريزونتال. بدل ما اعملها مرتين هقول له سنتر انبيرنت. حلو كده؟ طيب تمام، يبقى انا كده عملت اللي حطيت البوزيشن بتاع كل بطن او بتاع كل فيو بالنسبه للبيرنت، صح؟ طيب عايزين بقى نعمل بطن سادس وسابع ونحط البوزيشن بتاعه بالنسبة للفيوز التانية. تمام، اقول له مثلا تعالى فوق الفيو ده، او تعالى تحت الفيو ده، او تعالى على يمين الفيو ده، او تعالى على شمال الفيو ده. فتعالى الاول نعمل بطن خامس او سادس بقى، اقول له بطن راب كونتنت، راب كونتنت، اقول له التكست هنا اقول له مثلا ست. طيب واقفل البطن ده. طيب الست ده اتحط فين؟ ديفولت اتحط فوق اللي هو الاول ده على الابر ليفت كورنر، اول الشاشه يعني. طيب عايز اقول له ايه بقى؟ عايز اقول للسادس ده اجيبه على يمين الخامس، اجيبه هنا في المكان ده على يمين الخامس. طيب لو انا حطيته على يمين الخامس بالنسبه للفيرتيكال هيتحط فين؟ هيتحط فوق ولا في النص ولا تحت؟ لا في النص بالنسبه للخط الفيرتيكال، خط رأسي. تمام، يبقى في النص، يبقى انا هقول له سنتر فيرتيكال واقول له حطه في النص. حلو كده؟ طيب بالنسبة بقى للهوريزونتال، انت عايزه في الاول ولا في النص ولا في الاخر؟ قال لك في الاول ولا في النص ولا في الاخر، ده بالنسبة للبيرن. طب انا عايز ايه؟ لا انا عايز اقول له خليك على يمين، على يمين البطن رقم خمسة. تمام، خليك على يمين البطن رقم خمسة. هعمل له ايه بقى؟ هقول له تو رايت اوف، في عندي اتريبيوت اسمه رايت اوف. انت لو كتبت رايت كده بص رايت هيطلع لك كل الحاجات اللي فيها كلمه رايت. انزل كده لغايه لما تلاقي ايه، رايت اوف، تو رايت اوف اهي، الله لي اوت تو رايت اوف. طيب لو انا عملت هيكتب لك تو رايت اوف وهيعمل لك دبل كود كده مستني منك، يقول لك انت عايز تبقى على يمين مين بقى؟ الاتريبيوت اللي هو البطن 6 ده عايز تبقى على يمين مين؟ فانا عايز اقول له انا عايز ابقى على يمين 5، صح؟ طيب هقول له بقى 5 دي ازاي؟ قال لك المفروض بقى كل باتون يكون ليه اي دي كده، يكون ليه اسم خاص بيه بحيث الاسم ده ما يتكررش، صح؟ فهل التكست ده هو اسم رقم خمسة يعني هو بقى اللي هتعامل بيه؟ لا، قال لك ما انا ممكن يكون عندي اكتر من زرار ليهم نفس الاسم. تمام، فانا عايز بقى اي دي لكل باتون كده. فقال لك في كل فيو ليه اتريبيوت اسمه اي دي، يعني انا عايز اضيف لرقم خمسة ده اي دي، هقول له اي دي. تمام، طيب هضيف الاي دي ازاي؟ قال لك الاي دي ليه فورمات معين كده، اكتب له نفس الحاجه اللي طلعت لك دي، ات بلس اي دي سلاش، واقول له هنا بعد السلاش دي الاي دي. فانا مثلا هقول له الاختصار بتاع البطن اللي هي بي تي ان، واقول له اندر سكور، واقول له ده كان رقم خمسه يبقى هحط له خمسه. يبقى انا ضفت للاي دي ده للبطن ده اللي هو اللي في النص ده، ضفت له اي دي، ضفت له اي دي ازاي الاول؟ بقول له ات بلس اي دي، يعني اكن كده بقول له ضيف لي في الليست اللي اسمها اي دي، اللي هي علامه البلس دي اللي هي هضيف يعني زائد، زود على اي دي، اي دي اسمه باتون 5. تمام، طيب انا عملت للباتون ده اي دي ليه؟ علشان هبدا استخدمه مع الفيوز الثانيه، هبدا اريفير لي في الفيوز الثانيه. تمام، طيب فانا عايز اقول بقى الرقم 6 ده خليك على يمين رقم 5، يبقى هقول له هنا خليك على يمين الاي دي ده، اي دي بتاع رقم 5. طيب الاي دي بتاع رقم 5 عباره عن ايه؟ اللي هو باتون 5. طيب هكتبه ازاي؟ لو انت عملت كنترول سبيس هيطلع لك الفورمات بتاعه اللي هو ده ات اي دي باتون 5، نفس الكلام نفس الكلام ما انا وانا كنت بقى 6 اي دي، بس هنا بقى ما فيش بلس. ليه ما فيش بلس؟ انا قلت انا بستخدم البلس دي وانا بعمل 6 للاتريبيوت عشان يروح يزود لي في الليسته بقى اللي هي بتاعت الاي دي دي، يزود لي عليها اي دي تاني اسمه بي تي ان 5. انما لما انا لو انا عايز اريفير لي بقى استخدمه بقى في الفيوز التانية، بقول له ات اي دي من غير بلس، واقول له سلاش، واقول له باتون 5. انت طبعا لو كتبت كده عملت كنترول سبيس هيطلع لك كل الايديات اللي موجوده ويكتب لك الفورمات بتاعها عادي. تمام، بس تبقى عارف الفورمات. تمام، طيب هتلاحظ هنا غير لك الفيو بقى، بص حط لك رقم 6 ده على يمين رقم 5. تمام، ليه؟ لان بالنسبه للفيرتيكال انا عايز بالنسبه للفيرتيكال في النص، فقلت له هنا سنتر فيرتيكال ترو. طيب
وعايزه على يمين 5 بالنسبه للهوريزونتال، يعني على يمين 5. فبدل ما اقول له بقى في الاول ستارت ولا في السنتر ولا في ولا في الانت، لا هقول له خليك على يمين كذا، فهقول له رايت اوف باتون 5. تمام. طيب تعالوا نعمل باتون 7 ونخليه على شمال 5. هعمل باتون 7 اهو، باتون اقول له راب كونتنت، راب كونتنت. تمام. واقول له هنا بالنسبه، انا هعمله على شمال 5، يبقى بالنسبه للخط الفيرتيكال. طب خلينا الاول بس اعمل التكست بتاعه اسميه 7. تمام. طيب بالنسبه للخط الفيرتيكال في النص صح، يبقى هقول له سنتر فيرتيكال، سنتر فيرتيكال ترو. طيب بالنسبه بقى للهورزونتال عايز اقول له خليك على شمال 5، يبقى هقول له ايه؟ يبقى اكيد طالما في تو رايت اوف يبقى في تو ليفت اوف. انت اكتب ليفت كده اطلع لك كل الحاجات اللي فيها كلمه ليفت، اختار تو ليفت اوف. طيب تو ليفت، تو ليفت اوف مين؟ تو ليفت اوف الاي دي بتاع 5، هروح الاي دي بتاع 5 اقول له انتر، فخلى لي 7 على شمال 5. تمام كده يا شباب. طيب تمام. عايز اعمل ايه تاني بقى؟ عايز بقى لو انا عايز احط رقم 7 ده فوق 5، تمام، عايز احط رقم 7 ده فوق 5 بالنسبه للخط الفيرتيكال. تمام. طيب يبقى انا رقم 7 ده دلوقتي بالنسبه للهوريزونتال، بص بالنسبه للهوريزونتال انا عامله على شمال 5، وعايز اقول له بالنسبه للفيرتيكال، بالنسبه للفيرتيكال خليك فوق 5. تمام. يبقى انا همسح سنتر فيرتيكال دي خالص، انا مش عايزها في نص الشاشه، مش عايزها بقى بالنسبه للشاشه، لا عايزها بالنسبه للفيو رقم 5. تمام. طيب فعلشان اقول له بقى فوق وتحت وكده، في عندي بقى حاجه اسمها اباف، في حاجه تانيه اسمها بيلو. تمام. فلو انا عايزه فوق 5 هقول له اباف. طيب اباف مين؟ هقول له 5. فبص حطه لك فين؟ طب اشمعنى حطه لك كده؟ لان انا قلت له اباف. طيب لان في لو انا عايزه بالنسبه للخط الفيرتيكال، لو انا عايز احط بوزيشن بتاع فيو بالنسبه للخط الفيرتيكال، يا اما تقول له توب يا سنتر يا بوتوم، توب وسنتر وبوتوم ده بالنسبه للشاشه، توب او بالنسبه للبيرنت يعني، يا اما في التوب يا اما في السنتر البيرنت يا اما في البوتوم بتاع البيرنت. طيب عايز اقول له لا بالنسبه لفيو تاني بقى، يبقى بدل ما اقول له توب وكده لا هقول له اباف كذا. تمام. فلما اقول له اباف كذا يبقى بالنسبه للفيرتيكال هيبقى فوق. تمام. يبقى بالنسبه للفيرتيكال اهو فوق 5. طيب وبالنسبه للهوريزونتال عايز اقول له على شمالك يبقى تو ليفت اوف. طب لو انا عايز اقوله على السكرين يبقى هقول له خليك مثلا بالنسبه للسنتر او الستارت او الاند. طب نفس الكلام السادس ده عايز اقول له خليك تحت هنا. تمام. اجيبه تحت كده زي ما السبعه فوق، لا اخلي السته ده فوق. طيب بالنسبه، خلينا الاول بالنسبه للهوريزونتال هيبقى على يمينه، طيب يبقى مش هغير الهوريزونتال. طيب بالنسبه للفيرتيكال هيبقى تحت 5. تمام. طيب فانا هقول له هنا بيلو بدل اباف، معلش هروح لرقم 6 الاول اهو، بدل ما اقول له بقى بالنسبه للفيرتيكال خليك في السنتر، لا هقول له خليك تحت، تحت مين؟ تحت 5. حلو كده. تمام. خلي بالك بيلو واباف معناها مش فوقه بالظبط، مش فوقه اللي هي فوقه هنا او تحته هنا. ليه مش فوقه هنا وتحته هنا؟ انت لو حطيت فوقه هنا وتحت هنا معنى كده ان انت حطيت اتنين بوزيشن، حطيت السنتر والفيرتيكال. لا انا قلت كل فيو هحط ليه البوزيشن، السنتر هيكون في الهوريزونتال هيكون فين والفيرتيكال هيكون فين. تمام. فالهوريزونتال لو انت عايز تتعامل مع الشاشه بالنسبه للبيرنت يعني قول له ستارت او سنتر او اند. طيب لو انا عايز اتعامل بالنسبه لفيو تاني يبقى يا اما على يمينه يا اما على شماله. طيب تمام. ده بالنسبه للهوريزونتال. طيب الفيرتيكال بقى لو انت عايز تتعامل مع الشاشه يبقى التوب بتاع الشاشه او التوب بتاع البيرنت يعني، والسنتر بتاع البيرنت او البوتوم بتاع البيرنت. طب لو انت عايز تتعامل مع فيوز تانيه، بالنسبه لفيوز تانيه يبقى اما اباف الفيو يا اما بيلو الفيو. خلاص تمام يا شباب. طيب يبقى ده كده بالنسبه للريلاتيف لي اوت. تعالوا بقى ناخد مثال على الكلام ده. طيب قبل ما ناخد مثال تعالوا الأول نعدل هنا حاجة بس. لو أنا عايز السابع ده برضو علي
يبقى تحت الخامس، لو انا عايز السابع ده يبقى تحت الخامس زي السادس يعني، بس هيبقى على شماله. فانا هروح للسابع ده اقول له بدل ما هو اباف اغير اباف دي اخليها بيلو. تمام. طيب عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اقول للسادس ده خد المساحه الفاضيه كامله، والسابع خد المساحه، يعني وزع المساحات الفاضيه في الرو ده تمام ما بين السابع والسادس. يبقى السابع ياخد نص الصف والسادس ياخد نص الصف، كل واحد فيهم ياخد نص المساحه الفاضيه يعني. تمام. هعملها ازاي؟ قال لك المفروض في اللينير لي اوت كنت بعملها بالويت صح؟ هنا بقى مفيش ويت، هنا في الريلاتيف لي اوت مفيش ويت. طيب امال هعمل ايه؟ قال لك بقى علشان تعمل الحركه دي لازم احط لينير لي اوت جوه الريلاتيف لي اوت، يبقى هستخدم نستد فيو جروب. تمام. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان انا هقول له هنا اعمل لي لينير لي اوت. تمام. هعمل فيو اقول له لينير لي اوت اهو، وادي له هنا ويدث اقول له مثلا راب كونتنت، او انا عايز اللينير لي اوت ده هياخد صف كامل ماشي، يبقى هقول له ماتش بقى. طيب والهايت بتاعه راب كونتنت. طيب اللينير لي اوت ده هيتحط فين؟ انا عايز اقول له بقى تحت خمسه بالنسبه للفيرتيكال ماشي. طيب فانا هقول له بيلو مين؟ بيلو خمسه، يبقى هيبقى تحت خمسه. تعالوا بس نشيل البوتونز دي ماشي، يبقى هيبقى تحت خمسه. طيب وبالنسبه بالنسبه للهوريزونتال احطه في الاول ولا في النص ولا في الاخر؟ ما هو كده كده انا عامل الويتس بتاعه ماتش بيرنت، فمش هيفرق بالنسبه لي بقى في الاول ولا في الاخر، هو كده كده واخد الشاشه كامله فمالهاش معنى يعني. فانا مش هحط له بقى اللي هي الهوريزونتال بوزيشن. تمام. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هقفل اللينير لي اوت دي واقفلها باللي هي الاند تاج، عشان احط جواها ايه بقى؟ احط جواها فيوز زي الباتونز دي اللي هي السادس والسابع ده. تمام. بس هشيل بقى الايه البلو والرايت والكلام ده من الايه من اللينير لي اوت، لان الحاجات اللي جوه اللينير لي اوت ما فيهاش بلو بقى ورايت والكلام ده. تمام. طيب يبقى انا عندي دلوقتي اللينير لي اوت واخد الصف كامل محطوط جواه السادس والسابع. طيب عايز اقول بقى السادس ده ياخد نص المساحه الفاضيه، لان اللينير لي اوت واخد الرو كامل يبقى في مساحه فاضيه، وانا عامل لده راب كونتنت وده راب كونتنت، يبقى كل واحد على قد الكلمه. انا عايز اقول للسادس ده خد نص المساحه الفاضيه والسابع المساحه الفاضيه، نص المساحه الفاضيه، فاقول له ده ويت، احط ده ويت واقول له هنا ده واحد، اقول له ده 100 مثلا، وده اقول له هنا ويت واقول له هنا. تمام. فهياخد نص المساحه. خلاص كده يا شباب، يبقى انا كده الريلاتيف لي اوت عيبه ان مفيش بقى الويت ومفيش الجرافيتي بقى، مفيش اقول له بقى الجرافيتي بتاعته دي هتبقى في النص ولا كده. تمام. اللي عايز اعملها انا لازم اقول له البوزيشن بقى، لازم اقول البوزيشن هوريزونتال والبوزيشن فيرتيكال. خلاص. طيب بحل العيب ده ازاي؟ ان انا استخدم لينير لي اوت جوه الريلاتيف لي اوت. يبقى خلاص عرفنا العيب بتاع الريلاتيف والعيب بتاع اللينير. العيب بتاع اللينير ان انا ما اعرفش احط فيو معين او فيو في مكان معين، زي اقول له في النص، في الكورنر على الشمال تحت، او الكورنر على اليمين تحت. تمام. او مثلا اقول له ده تحت ده، ما ينفعش اعملها باللينير. تمام. فقلت هستخدم حاجه اسمها ريلاتيف، كنت بحط كل بوزيشن في المكان اللي انا عايزه. طيب ايه عيب الريلاتيف؟ عيب الريلاتيف ان ما فيش اللي هو الويت، حته الويت دي. فاعملها ازاي؟ بعملها ان انا استخدم لينير جوه ريلاتيف. تمام. فعلشان كده بقى عملوا فيو جروب تاني اسمه كونسترين لي اوت، اسمه كونسترين لي اوت، بياخد بقى الميزه بتاعت اللينير وبياخد الميزه بتاعت الريلاتيف. هو شبه الريلاتيف كده بس احسن بقى، احسن من الريلاتيف واحسن من اللينير. معنى كده انا مش هستخدم لينير وريلاتيف، لا هتستخدمهم برضو بس ده بيبقى الديفولت بتاعك اصلا وانت بتستخدمه، بس انا مش هتكلم عليه دلوقتي، انا هنستخدم اللينير والريلاتيف دلوقتي. ممكن قدام بقى اشرح الكونسترينلي اوت ده. خلاص كده. طيب في حاجه بس نسيت اقولها في الويت. انا دلوقتي اللينير لي اوت ده تمام، ده الاورينتيشن بتاعه عباره عن هوريزونتال، لان الديفولت هوريزونتال، يبقى بيرص الكومبوننت بتاعته ورا بعض. تمام. طيب فمعنى كده وانا دلوقتي مدي لكل واحد ويت صح، مدي لكل واحد ويت. طيب يبقى الويت ده المساحه الفاضيه هتبقى في ويدث، مش هتبقى في هايت. تمام. يعني دلوقتي لو انا شلت الويت نشيل الويت من هنا اهو، كمان المساحه الفاضيه ايه؟ المساحه الفاضيه تبقى بالنسبه لويدث يعني. تمام. يعني لما يكبر الفيوز دي هيكبر الويدث بتاعها.
تمام. طيب انما لو لينير لي اوت ده كان فيرتيكال زي ما عملنا في البتاع بتاعت الايميل دلوقتي من شويه، وقلت له اعمل لي الويت، فشد كده، كبر الهايت، كبر الهايت بتاع الايديت تكست، صح؟ تمام. يبقى هعمل كنترول وزد تاني. طيب انا بقول كده ليه بقى؟ بقول كده ليه؟ لان دلوقتي كده الباتون ده خد الويتس بتاعه منين؟ خد الويتس بتاعه من الويت، صح؟ يبقى لي اوت ويتس دي ملهاش معنى، اللي هي راب كونتنت دي، صح؟ طيب هعمل ايه؟ قال لك حطها 0 دي بي. طيب والويتس بتاع الباتون التاني، الويتس بتاع الباتون التاني بياخده من الويت، فقال لك الراب كونتنت دي خليها 0 دي بي. تمام؟ حد هيقول لي طب ما انا عاملها راب كونتنت واشتغلت تمام، صح؟ هقول لك اشتغلت تمام، بس ممكن في بعض الحالات ممكن تلاقي في مشاكل عندك، تمام؟ فلو انت شوف الويت ده بيعمل ايه في السايز بتاع الفيوز. لو هو بيكبر الويتس يبقى خلي اللي اوت بتاعه، اللي اوت ويتس بتاعه يعني بصفر. لو هو بيكبر الهايت في حاله التكست اريا اللي احنا كنا عملناها الايديت تكست بتاع المسج من شويه، هو كان بيكبر الهايت، يبقى هخلي الهايت دي صفر دي بي. طب حد هيقول لي بدل ما اعملها صفر طب ما انا امسح الويتس خالص، امسحه كده. اقول لك لا، لان انا قلت اي فيو لازم ليه اتنين اتريبيوتس ريكوايرد لازم تعملهم، تمام؟ فما ينفعش امسحه. خلاص كده يا شباب. طيب تعالوا بقى نشوف مثال. نشوف مثال بقى نستعمل فيه الريلاتيف واللينير ده، او نستعمل فيه الكومبوننت يعني عموما الفيوز عموما. فهفتح الاي في دي او الايميليتور يعني، في عندي ابلكيشن اهو. لو انا عندي ابلكيشن كده اول ما افتحه بيفتح لي سبلاش سكرين يعني. بص اول ما افتح المفروض بيفتح لي الشاشه اللي هي سبلاش سكرين، وفي علامه اللودنج تحت، ماشي؟ سبلاش سكرين اهي علامه اللودنج. بعد كده بيفتح لي لوج ان اكتيفيتي، او شاشه يعني من خلالها بعمل لوج ان. انا عايز اعمل ايميل وما اعرفش ايه، واكتب باسورد، وده طبعا ايدي تكست، وده ايدي تكست طبعا. قبلهم في صوره، صح؟ في ايمج فيو. طيب طبعا ما قلتش على ايمج فيو دي، هنعملها دلوقتي. وده ايدي تكست شفناه دلوقتي، وطبعا في قبل الايدي تكست صوره كده هقول لكم برده نعملها ازاي. في عندي تشيك بوكس اللي هو بحط علامه صح كده، في عندي باتون عرفنا طبعا الباتون ده بيتعمل ازاي، وباتون اهي جنب بعض عرفنا برده بتتعمل ازاي. وفي عندي ده تكست فيو، ده طبعا قلت المره اللي فاتت فيو اسمه تكست فيو، بدل ما اكتب باتون هقول تكست فيو، اقول فيه اقول التكست هنا احط التكست اللي انا عايزه، تمام؟ طيب لو انا عملت كليك عليه كده بيفتح لي شاشه تانية فيها تكست فيو اهي، فيها ايدي تكست ايدي تكست ايدي تكست. في عندي حاجه اسمها سبينر، تمام، اللي هي قايمه. وفي عندي بقى حاجه اسمها ريديو باتون اللي اختار ميل ولا فيميل. طبعا الريديو باتون خلي بالك ان انا لما اعمل سيلكت الواحد التاني بيتشال من عليه السيلكت، لو انا عملت ده سيلكت يبقى التاني الاول يتشال من عليه، تمام؟ انما التشيك بوكس اللي هو علامه الصح انا ممكن اعمل اكتر من التشيك بوكس، تمام؟ انما الريديو باتون، الريديو باتون هو حاجه واحده بس اللي بعملها سيلكت. طيب وعندي حاجه تانية اسمها سويتش بعمل لها اون يا اما اوف. في عندي حاجه ثالثه اسمها توجل باتون برضو يا اما اون يا اما اوف، بس انا ممكن اغير الكلمه دي، بدل ما اخليها اون انا خليتها اجري، او بدل ما هي اوف خليتها ديس اجري، تمام. وفي عندي زرار اللي هو ساين اب، تمام. في عندي طبعا تكست فيو تحت. طبعا اي فيو بيبقى كليكابل، يعني ينفع اعمل عليه اكشن، يعني ينفع لما اعمل كليك عليه، ينفع لما اعمل كليك عليه يعمل اكشن معين. فانا كنت عامل اكشن كده على التكست فيو ده، عشان كده لما بعمل كليك عليه بيفتح لي حاجه تانيه، تمام. يبقى في الابلكيشن افتحه تاني، يفتح لي سبلاش سكرين في لودنج تحت اهي، وبعد كده يفتح لي الشاشه دي. طيب تعالوا نعمل كده جزء من الشاشات دي. ف هسيب بقى ارجع للبروجكت بتاعي، هسيب الديزاين ده اللي هو الاكتيفيتي مين، تعالوا نعمل ديزاين تاني. هفتح البروجكت، اتفقنا طبعا ان البروجكت بتاعك عباره عن جافا، وعباره عن ريسورسز جافا اللي هو الشاشات بتاعتك اللي هو كود جافا، والريسورس اي حاجه تانيه غير الكود، زي ايه؟ زي الفايل بتاع الاكس ام ال زي الديزاين ده، او انت هتحط صوره عندك في الابلكيشن يبقى هتحط الصوره في الريسورس ده، في الريسورس فولدر، او هتحط حاجات تانيه هتحطها برده في الريسورس، هنعرفها يعني واحده واحده كده. طيب لو انا فتحت الريسورس، بص متقسمه فولدرات، الفولدر اللي هو اسمه لي اوت ده اللي هو بتاع الديزاين، اللي هو ايه؟ اللي هو فيه الاكتيفيتي مين دوت اكس ام ال اللي احنا شفناه دلوقتي، احنا كنا بنعدل فيه، تمام. طيب لو انا عايز اعمل ديزاين تاني يبقى رايت كليك على لي اوت ده، تمام. عايز اضيف ريسورس فايل تاني بالنسبه لي اوت يعني، اقول له نيو، هقول له ايه؟ لي اوت ريسورس فايل، اي فايل بحط جوه الفولدر بتاع الريسورس بقول عليه ريسورس فايل، تمام. طيب في عندي انواع من ريسورس فايل، فلما انا عملت رايت كليك على لي اوت وقلت له نيو، فبيقول لك ايه؟ لي اوت ريسورس فايل، انت عايز تعمل فايل بس ده لي اوت ديزاين يعني،
اقول له اه هيعمل لي لي اوت ريسورس فايل. طيب او ممكن رايت كليك على الريسورس فولدر نفسه اقول نيو، هيقول لي ايه اندرويد ريسورس فايل، معنى كده هيعمل لك ريسورس فايل بس اندرويد بقى اللي هو انا ما حددتش ايه هو بقى، تعمل ليه اوت ولا تعمل حاجه تانيه. فلو انا عملت كليك عليه هيديك اوبشن بيقول لك ايه نوع الفايل اللي انت هتعمله ده، فانا ممكن برضو من هنا في عندك كذا نوع ممكن اقول له ليه اوت. تمام، تقول لي ليه اوت هيعمل لك ليه اوت اللي هو ديزاين. طبعا بيقول لك الاسم بقى ايه فايل نيم، فانا هسميه آه انا مثلا الديزاين ده هيكون بتاع الشاشه بتاعت اللوج ان، فانا هقول له لوج ان كده، عايز اكتب كلمه تانية اعمل اندرسكور. تمام، واقول له اكتيفيتي. تمام، يعني الديزاين ده هيكون بتاع الاكتيفيتي اللي اسمها لوج ان، طبعا بقول على الشاشه اكتيفيتي، انا بس بسميها اسم كده يكون معبر بس. تمام، وطبعا ما تعملش حروف كابيتال وما تبداش وما تبداش بارقام. تمام، ما تحطش ارقام، وعايز تفصل ما بين كلمتين ما تعملش سبيسز، حط اندر سكور، وطبعا ما تحطش حروف غريبه. طيب حط اندر سكور، يعني لو عايز تستخدم حروف يبقى سيمبلز يعني حط اندر سكور. طيب بعد كده هقول له اوكي، هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي فايل تاني اهو، ديزاين تاني مختلف عن الديزاين الاول. طيب لو انا عملت سبليت هلاقي الكود بتاعه اهو. تمام، طيب انا هعمل ايه بقى؟ هعمل الديزاين بتاعي. طيب شايف، بص هنا الديفولت، الديفولت روت ايه؟ ديفولت فيو جروب بيقول لك ايه كونستريني لي اوت، ده اللي انا بقول عليه بقى اللي هو احسن اصلا. تمام، فانا بس مش هستعمله دلوقتي، همسحه وابدا استعمل اللي احنا لسه قايلين عليه. طيب لو انا رحت للابلكيشن بتاعي هستعمل ايه بقى؟ هستعمل ريلاتيفلي اوت ولا هستعمل لينيرلي اوت؟ قال لك على حسب الديزاين بتاعك، انت عندك ديزاين اتشقلب بقى واعمله. طيب هعمله ازاي؟ انت لو ينفع معاك لينيرلي اوت وشايفه سهل بالنسبه لك والديزاين ينفع يتعمل بلينيرلي اوت، خلاص اعمله بلينيرلي اوت. طيب لو لا وما ينفعش بلينيرلي اوت اعمله بالريلاتيف، اي حاجه ينفع اعملها بالريلاتيف. تمام، لان الريلاتيف بحط جواه لينير اصلا. تمام، فانا بشوف الاول ينفع اعمله بلينير بس. طيب نشوف كده، ده كومبوننت صح؟ طيب او فيو، يعني في بقى في جنبه حاجه تانية او يعني في فيها حاجه مختلفه؟ لا مفيش حاجه مختلفه، هو فيو تحت فيو، والفيو ده تحت فيو تاني، والفيو ده تحت فيو تالت، وتحت فيو رابع، وتحت فيو خامس، وبعد كده عندي اتنين فيو جنب بعض. تمام، ينفع اعملها ان انا اعمل لينير لي اوت واحط جواه اتنين فيو. تمام، اللي هي نستد فيو جروب يعني، وبعد كده عندي فيو في الاخر خالص. تمام، طيب الشاشه الثانيه نفس الكلام، فيو تحت فيو تحت فيو كلهم تحت بعض صح؟ يبقى ينفع اعملهم باللينير لي اوت؟ اه ينفع اعملهم باللينير لي اوت، يبقى اشتغل باللينير لي اوت وخلاص. تمام، طيب فانا بس هعمل سيلكت على ده، بس ما تعملش سيلكت على من اول مسافه، لا من اخر الكلمه، عشان لما انا امسحها واكتب حاجه يتكتب معايا تحت في الاند تاج بدل ما انا اكررها تاني. طيب انا همسح ده كده، اقول له لينير لي اوت لينير، هيظهر لي اقول له انتر، هيكتب لي تحت وفوق. تمام، طيب انت عايز الاورينتيشن بتاعك ايه؟ هقول له هنا الاتريبيوت بتاعي اورينتيشن، اقول له فيرتيكال، عايزهم تحت بعض. تمام، بس هعمل هايد للبروجكت. طيب هكبر ده بس كده عشان يظهر قدامي. طيب عايز اعمل ايه؟ اول حاجه عايز احط صوره. هو طبعا في الاول هنا كان حاطط لك صوره، هنا كان عامل لك صوره في بتاعت اللوج ان دي. تمام، طيب الصوره دي بعملها ازاي؟ زي اي فيو عادي. طيب اسم التاج اسمه اسمه ايه بتاعت الايمج؟ هقول له ايمج فيو. تمام، طيب الايمج فيو عايز الويدث قد ايه؟ هي كده كده الفيو ده هياخد صف كامل، فممكن اقول له ماتش بين. طيب عايز الهايت قد ايه بقى؟ قال لك الهايت على حسب الصوره بقى بتاعتك، انت عايز الهايت بتاعها وليكن 100، المفروض هيعملها لك 100. طبعا بس انا لسه ما حطيتش صوره، بس هي بص يعني حاجه زي كده مساحه ليها 100 دي بي. لو انت بس جبت البريفيو التاني ده هيقول لك اهي هي ده، دي عباره عن 100 دي بي. تمام، طيب عايز اقول له بقى ايه؟ عايز اقول له الصوره بتاعتي في المكان كذا، في عندي اتريبيوت اسمه سورس. طيب سورس مستني مني ايه هنا بقى؟ قال لك مستني منك المسار او الباص بتاع الصوره بتاعتك موجود فين. طب هل هقول له الصوره موجوده عندي على الجهاز في السي او في دي او ايه؟ لا مش لوجيك، ما هو الابلكيشن ده هيرن على كذا جهاز، يعني هيرن على جهاز انت هترفعه على البلاي ستور، وهيرن على اكتر من جهاز، فالمفروض الصوره اللي هتتعرض على الاجهزه دي تكون موجوده في الابلكيشن، يا اما موجوده في الابلكيشن امبيدد في الابلكيشن، تعملها امبورت في الابلكيشن او تنزلها من على النت. تمام، طيب فانا الصوره دي ثابته، يبقى انا هحطها في الابلكيشن. تمام، طيب هحطها في الابلكيشن ازاي؟ قال لك ممكن لو تروح على الصوره بتاعتك، يعني انا مثلا هفتح اي صوره عندي كده، افتح مثلا الصوره دي اللي هي بتاعت سبيس سكرين،
اخدها كوبي كده كنترول سي تمام، واقول اروح الابلكيشن بتاعي، واروح على البروجكت تمام. طيب احط الصوره فين؟ احطها في ريسورس، لان انا قلت انا عندي جافا وعندي ريسورس. الريسورس ده بحط اي حاجه غير الكود. طيب متقسمه ايه؟ متقسمه لي اوت اللي هو الديزاين، وفي حاجه في فولدر اسمه درابل. قلت طبعا السكشن اللي فات ان الدرابل ده بحط جوه الصور بتاعتي تمام. طيب انا جبت صوره اخدتها كوبي، اعمل رايت كليك كده قول له بيست تمام. طيب بيست بيقول لك في عندي درابل، في عندي درابل فيرجن 24، اختار درابل بس دلوقتي هنعرف قدام الفيرجن 24 دي ايه تمام. طيب لما اعمل اوكي هيقول لك اسم الصوره دي ايه. خلي بالك اسم الصوره دي يعتبر هو الاي دي بتاع الصوره، هو اللي حمده بقى على الصوره دي، او حمده على الصوره دي من خلال اسمها. فطبعا ما تحطش طبعا ارقام في الاول، ولا تحط كابيتال وكده، لا حط ارقام اسمه، حط حروف اسمه. فانا مسميها هنا سبلاش، اقول له اوكي. فلو انا فتحت الدرابل دي عمل لك اللي هي سبلاش دوت بي ان جي تمام. يبقى دي طريقه علشان اعمل اضيف الصوره. طيب بعد كده، بعد كده بقى هبدا استخدم السبلاش دي. طيب هستخدمها ازاي؟ هستخدمها بقى في الكود. طب انا قلت له هنا الايمج فيو، قلت له هنا الايمج فيو سورس، يبقى المفروض هنا اقول له المسار بتاع السبلاش صح. طيب هقول له المسار بتاع السبلاش دي ازاي؟ السبلاش دي موجوده فين اصلا؟ موجوده في ريسورس تاني، مش انا دلوقتي واقف في ريسورس فايل اللي هو الاكتيفيتي لي اوت دي تمام، اللي هي الديزاين يعني. عايز اقول له بقى عايز استخدم ريسورس تاني، صوره تانيه اللي هي السبلاش تمام. فعلشان تستخدم ريسورس تاني هقول له الات، زي كده ما كنت بعمل ات اي دي علشان اقول الاي دي كذا. فات اي دي اللي هي بقول له ريسورس تاني، ما اي دي ده يعتبر ريسورس برضه تمام. فانا عايز اقول له ايه؟ عايز اقول له بقى ريسورس تاني، فهقول له علامه الات دي. طب عايز اقول له ايه؟ عايز اقول له بقى الفولدر بتاع الدروبل ده جنبه سبلاش تمام. فانا هقول له دروبل تمام، هو طلع لك. لما انا قلت له دروبل او كتبت دي ار هو طلع لك اصلا، بيقول لك اللي هو ده، اقول له اه. يبقى انا بقول له ات، وبقول له الريسورس بتاعي. الريسورس ده يا اما ريسورس على طول، يا اما فولدر وبعده الريسورس تمام. انت اصلا لو كتبت سبلاش، لو كتبت سبلاش كده هيجيب لك اي حاجه بتقدر بحرف الاس بي في البروجكت بتاعك. فبيقول لك انا لقيت لك حاجه اسمها سبلاش هي بتبدا بحرف الاس بي يعني، فولدر اسمه دروبل انت عايزه، هقول له انتر هيعملها لي. هتلاقي هنا في البريفيو اضاف لك الصوره. طبعا انت ممكن تتحكم بقى في الايه، في الهايت بتاعها تمام. طيب لو انا بقى عايز اضيف ايكون، لو انا عايز اضيف ايكون بدل ما اضيف صوره اضيف ايكون، فقال لك طبعا الصوره دلوقتي لو مثلا لو الصوره دي الريزوليشن بتاعها صغير فممكن تبكسل معاك او تمط معاك تمام. لما تعملها ستريتش كده تمط، فهتلاقيها مش شكلها مش حلو يعني. فالافضل انك تجيب ايكون تمام. طيب هجيب ايكون ازاي؟ قال لك في مجموعه من الايكونز الجاهزه اللي موجوده في البرنامج، اللي موجوده في الاندرويد. طيب هضيفها ازاي؟ اعمل رايت كليك على ريسورس وقول له نيو، وقول له ايمج اسيت. طب لما تقول له ايمج اسيت هيقول لك ايكون تايب. طيب نوع الايكون ده ايه؟ اختار ثالث واحده اللي هي اكشن بار اند تاب ايكونز. انت عايز تضيفها في الشاشه عندك، يبقى اختار دي اللي هي اكشن بار اند تاب ايكونز. طيب يقول لك اسم الايكون دي ايه؟ الاي دي بتاعها اللي انت هتبدا تعمل معاها هيبقى ايه؟ انا وليكن هقول له بيرسو، اي اسم كده. طيب بيقول لك بقى الايكون دي انت هتجيبها منين؟ عايزها كليب ارت حاجه جاهزه من عندك، من عندي في البرنامج، ولا هتكتب كلمه ولا هحولها الايكون اكتب اي كلمه، ولا هتجيبها عندك من الجهاز ايمج تمام. طيب فانا هقول له كليب ارت حاجه جاهزه عندك تمام. خلي بالك مش الايكون ان هو هنا بص بيعمل لك كذا مقاس، كذا مقاس على حسب الشاشه بقى بتاعتك. هو بقى بيختار لك بقى الايكون بتاعتك، السايز بتاعها او الريزوليوشن بتاعها بناء على المقاس بتاع الشاشه او السايز بتاع السكرين بتاعتك تمام. طيب انا قلت له هنا كليب ارت، عايز بقى اغير نوع الكليب ارت دي، كليك هنا هيفتح لك بانل زي كده تبدا تختار. فانا ممكن اعمل سيرش، في عندي بقى ايكون اسمها بيرسون، هبدا اعمل لها سيلكت واقول له اوكي تمام. خلي بالك انا اخترت هنا بيرسون، هي في ايكون عندي اسمها بيرسون، بس مش علشان اسمها بيرسون انا سميتها هنا بيرسون، لا الاي دي انا ممكن اسميها اي اسم هنا، بس انا بس ايه المفروض اسميها اسم يعني بيعبر عن الحاجه دي، فانا سميتها بيرسون خلاص. يبقى مش شرط علشان هي اسمها بيرسون او النيم بتاع الايكون ده هيكون بيرسون. طيب بعد كده اهم حاجه بقى بيقول لك السيم، لو انت بقى عايز تديها لون مختلف فانا ممكن اقول له كاستم هنا واغير اللون بتاعي اي لون، تختار اي لون عندك كده واقول له بعد كده نيكست.
طب لما تعمل نيكست بقى هيعمل لك الايكون بتاعتك، واقول له فينش. تمام. طيب انا عايز اقول له بقى استخدم الايكون اللي انا لسه عاملها دي، بقول له اسمها، اسمها ايه، هي موجوده فين، هي المفروض اتحطت في الدرابل. تمام. طب اسمها ايه، المفروض اقول له اد درابل سلاش واقول له اسمها، او لو انت قلت له بيرسون على طول هيطلع لك اي حاجه فيها بيرسون، هيقول لك اللي هي اد درابل بيرسون، اقول له اه. ضاف لك لايك، ممكن طبعا اصغرها شويه. تمام. خلاص كده، يبقى ده كده بالنسبه للام جي فيو، هقفلها بالشكل ده. طيب بعد كده عايز احط ايديت تكست، هقول له ايديت تكست، اقول له مثلا ايه التكست ده هياخد الماتش بيرن، اقول له الهايت بتاعي راب كونتنت. طيب بعد كده عايز بس اعمل زوم اوت عشان يبقى ظاهر قدامي كامل يعني. عايز اضيف له هنت، هقول له هنت. طيب ايه التكست ده مثلا احط فيه باسورد، يبقى هقول له، اقول له هنا مثلا باسورد ده الهنت بتاعي. طيب الايد تكست ده نوع باسورد، يبقى هقول له انبوت تايب، اكتب كده تايب هيطلع لي انبوت تايب، واقول له طبعا الباسورد ده وليكن هيبقى فيه ارقام بس، يبقى هقول له نمبر باسورد، عشان لما الكيبورد تطلع لي، لما اضغط عليه كيبورد هتطلع لي، هتطلع الكيبورد اللي هي الكيباد اللي هي بتاعت الارقام بس، ولما اكتب حاجه تتكتب على شكل باسورد. طيب عايز اسيب مسافه ما بين ما بين الايديت تكست ده والسكرين اللي بره، يبقى هقول له مارجن السكرين بتاعتك يعني، هقول له مارجن، واقول له مثلا 20 دي بي، يبقى هيسيب لي بقى مسافه فوق 20، على يمين 20، تحت 20، على شمال 20. طيب عايز اسيب مسافه ما بين الحاجه اللي هتتكتب والبوردر بتاع الايديت تكست نفسه، يبقى هقول له باندنج هنا، اقول له مثلا سيب لي 10 دي بي. حلو كده. طيب انا كده خلصت الايديت تكست، المفروض خلصته، بس هنا في الديزاين بتاعي، في الديزاين بتاعك في ايكون في الايديت تكست نفسه صح؟ طيب هعمل ايكون دي ازاي؟ قال لك عن طريق اتريبيوت. طيب الاتريبيوت ده اسمه ايه؟ قال لك اسمه درابل. طيب قال لك الدرابل، الصوره اللي انت هتحطها دي هتحطها في اول تحطها في اول الايديت تكست ولا في الاخر ولا فين بالظبط؟ ففي بقى اتريبيوت اسمه درابل، لو انت كتبت درابل كده بص بيقول لك درابل ستارت ولا بوتوم ولا اند ولا فين بالظبط، انا عايز اقوله في الاول، يبقى اقوله درابل ستارت. تمام. طيب بيقول لك بعد كده بقى ايه الدرابل اللي انت هتحطها، فاختار بقى اي صوره عندك. فانا لو انت عندك عايز تختار البيرسون اختارها، عايز تختار سبلاش اختارها. تمام. طيب لا انا بص اختار سبلاش، المفروض يحطها بس السبلاش كبيره. تمام. لا انا عايز اقول له بقى اضيف لي ايكون، فهروح اعمل ايكون، ايكون تانيه، رايت كليك واقول له نيو، واقول له ايمج اسيت، واقول له هنا مثلا الايكون دي هيكون اسمها باسورد. طيب بعد كده اختار كليب ارت، طبعا انت المفروض في الايكون تايب اختار ثالث واحد، اختار النيم، اي نيم عندك، بس طبعا النيم ما بيتكررش يعني، كليب ارت، واختار كليب ارت هنا. لو انت كتبت باسورد هتلاقي ما فيش حاجه اسمها باسورد. طيب اكتب كده في عندي زي المفتاح كده حاجه اسمها كي. تمام. تقعد تدور لغايه لما تشوف ايه اللي يناسب يعني، وتقول له تختار ده، واقول له اوكي. تمام. عايز تغير اللون غيره، وقول له نيكست، وقول له فينش. فانا عندي دلوقتي في ايكون اسمها باسورد، فلو انا كتبت بقى دروب والستارت هقول له هنا عنوان الايكون بتاعتي، هقول له هنا باسورد اهي. حلو كده. طيب هتلاحظ برضو انك لما بتكتب جنب لما بتكتب هنا في الباسورد، بيتكتب الحاجه بتتكتب لازقه في الايكون دي، فانا عايز اسيب مسافه ما بين الايكون دي والحاجه اللي بتتكتب بعدها. حد هيقول لي ما دي مسافه داخليه، ما انا عامل بادنج، البادنج دي لكل الحاجات اللي جوه الفيو نفسه يعني، بما فيهم الدرابل. لا انا عايز اقول له سيب مسافه بعد بعد الدرابل بقى. ففي بقى برضو بادنج، لو انا كتبت بادنج كده، في بادنج بقى حاجه اسمها درابل بادنج، بقول له دروب البادنج، بقول له هنا مثلا تسيب لي مسافه بعدها 5 دي بو. هتلاقي بص كلمه باسورد دي بقت بعدها بشويه، لو انا زودتها مثلا بص 15 بقت بعدها يعني مسافه زي دي. تمام. طيب خلاص كده لقيت التكست. طيب طبعا ايه، انا عملت الايديت تكست، خلاص بقى مش هعمل الباقي، عايزين بس تشوف الفيوز الثانيه، عايز اعمل اللي هي التشيك بوكس ده، هعمله ازاي؟ في عندي اتريبيوت، او في عندي بقى فيو اسمه تشيك بوكس، اقول له تشيك بوكس، عايز التشيك بوكس ده كده كده واخد رو كامل، فممكن اقول له راب كونتنت او ماتش برد مش هيفرق، واقول له هاي بتاع راب كونتنت. طيب فاعمل التشيك بوكس، عايز اضيف كلمه بقى جنب التشيك بوكس، ففي اتريبيوت عندي اسمه تكست، التكست ده هقول له مثلا هقول له تشيك، اي كلمه كده جنب الايه، جنب التشيك بوكس ده. حلو كده. طيب تمام. اقفل التشيك بوكس ده. عايز اعمل ايه تاني؟ عايز اضيف مثلا، نشوف ايه اللي موجود تاني في الديزاين بتاعي. طبعا الزرار عرفنا ازاي، الزرار عايز اضيف تكست فيو، فانا مثلا هقول له هنا تكست فيو
اهو هقول له التكست ده راب كونتنت على قد الكلمه ولا هايت على قد الكلمه. طيب عايز تضيف ايه؟ هقول له تكست واقول له مثلا اي حاجه كده هلو، تمام، واقفل التكست دي. فاضاف لك هنا هلو بعد التشيك بوكس. طيب طبعا كل اتريبيوت ليه مارجن بقى وبادنج، تعرف تحط المارجنج والبادنج زي ما انت عايز. طيب عايز اعمل ايه تاني؟ تعال نروح للشاشه الثانيه. خلاص الشاشه دي عرفت كل حاجه فيها. تعال نروح للشاشه الثانيه، الشاشه الثانيه طبعا عرفت كل الحاجات دي برضو. تعال نروح الاول لده اللي هو السويتش ده، تمام، سويتش والتوجل بتاعه. طيب عايز اعمل سويتش، يبقى في برضو حاجه عندي اسمها سويتش اهي. السويتش دي بتاخد ايه؟ عايز اقول له مثلا راب كونتنت واقول له راب كونتنت، تمام. طيب عايز احط كلمه جنبها، يبقى في عندي حاجه اسمها تكست. هقول له التكست ده عايز اقول له مثلا جنبها كده اي حاجه اللي هي ايه، اللي هي مثلا سويتش او اس دبليو. فكتب لي كده كلمه اس دبليو، كتب لي كلمه اس دبليو قبل سويتش، تمام. طبعا في اتريبيوت برضو خاص بالسويتش، حاجه اسمها انيبلد. لو انا عملت انيبلد عملتها ترو، المفروض هي الديفولت يبقى تبقى اون. او معلش ثواني كده، اسمها ايه بالظبط؟ مش فاكر اسمها بالظبط، تبقى ايه او سيلكتد. لا برضه مش سيلكتد، نشوفها كده تاني. بس هوقف الفيديو اشوفها. طيب الاتريبيوت اسمه تشيكت. الاتريبيوت ده بيعمل ايه؟ اللي هو ايه، بغير الديفولت. بص الديفولت بتاع السويتش هي اصلا معموله، بص لو انا شلت ده معموله هنا ايه، معموله هنا اوف. لو انا عملت تشيكت دي وخليتها ترو، هيبقى الديفولت اول ما بتظهر لليوزر يعني معموله اون. اليوزر عايز يغيرها يغيرها براحته، تمام. وطبعا في حاجات تانية طبعا ممكن تشوف بقى الاتريبيوتس التانية اللي خاصة بالسويتش. تكتب كده في جوجل مثلا اندرويد سويتش، هيطلع كل الاتريبيوتس، بس دي اهم الحاجات الاساسية. طيب تمام، ده كده بالنسبه للسويتش. عندي برضو التوجل باتون، عندي حاجه اسمها التوجل باتون، ده برضو ايه، ده برضو اون اوف زي السويتش، بس السويتش بقى احدث واشيك، شكلها اشيك شويه. بس برضو نشوف التوجل باتون ده، عشان لو انت شفته هعمل راب كونتنت وراب كونتنت. طبعا بيقول لك ايه، بيقول لك هنا اوف اهي، تمام، الديفولت بتاعتها اوف. فلو انا عايز اغيرها ممكن اقول له تشيك كده واقول له ترو، هيخليها ايه، هيخليها اون، صح. طب افرض انا بقى عايز اغير كلمه اون واوف دي، عايز اغير ايه، عايز اغير التكست، صح. بقول له تكست، بس في عندي اتنين تكست، في عندي تكست اون وفي عندي اوف. هتلاقي برضو تكست اون اهو. لو انا عايز كلمه يظهر، كلمه تظهر لما يبقى اون يعني، لما يبقى تشيكت، اقول له مثلا اوكي اهي. وفي عندي مثلا تكست تاني، تكست اوف، هقول له مثلا اي حاجه كده نو، تمام. فانا دلوقتي عامل تشيك، فظهر هنا ايه، كتب اوكي. طب لو انا عامل التشيك دي عاملها بفولس اللي هي اوف يعني، فكتب لي جاب التكست اللي هو معمول تكست اوف. حلو كده. طيب عايز اعمل ايه تاني؟ فاضل ايه تاني؟ فاضل الراديو باتون ده، صح. طيب الراديو باتون ده بيتعمل ازاي؟ ده برضو عباره عن افيوز اسمه راديو باتون. فانا هقول له راديو باتون اهو، هقول له راب كونتنت، اقول له راب كونتنت، واقول له مثلا التكست بتاعه، هقول له ده مثلا في ميل او ميل الاول اهو. وبعد كده هعوض نفس الكلام ده، كوبي كده كنترول سي كنترول في، واقول ده في ميل، تمام. طيب هتلاحظ ان انا لما اعمل ران، لو انا عملت ران للبتاع ده الابلكيشن ده، لو انا عملت كليك على ميل هيعمل له سيلكت. طب لما اعمل كليك على في ميل هيعمل له سيلكت ومش هيلغي السيلكشن اللي على ميل. بمعنى ايه؟ بص دلوقتي انا عامل دلوقتي سيلكت على فيميل، صح. لو انا عملت سيلكت على ميل هيلغي السيلكشن بتاع الفيميل ويعمل سيلكت على الميل. طب لو انا عملت على الفيميل هيلغي اللي على الميل ويحط على الفيميل، صح. لو انا بقى قال لك الراديو باتون ده، الراديو باتون ده لو انا سبتها كده قال لك كل واحد لوحده، ده بيتعمل له سيلكت، مش هيأثر في التاني. طب انا عايز اعمل ايه بقى؟ قال لك انا عايز اجمعهم. تجمعهم في ايه؟ تجمعهم في جروب واحد بحيث هربطهم ببعض. فقال لك بدل ما تحطهم كده، لا احطهم في جروب. يعني هاخد ده كنترول اكس كده، احطهم في جروب اسمه راديو جروب. طيب راديو جروب ده شغال ازاي؟ هقول له برده راب كونتنت، راب كونتنت، واقفله كده. بس مش هقفله كده، لا هو ليه بادي بقى، يبقى لازم اعمل له الاند تاج واحط جواه الراديو باتون. هتلاقي نفس الشكل بالظبط، بس الفرق في ايه؟ الفرق لما انا اعمل سيلكت للاول هيشيل السيلكشن من على الباقي، ولو انا عملت سيلكشن لواحد فيهم هيشيل السيلكشن من على الباقي.
خلاص. بس خلي بالك الريدي جروب ده، بص ده عباره عن فيوز محطوط بعد مين؟ محطوط بعد التوجل باتون، يبقى المفروض ياخد ايه؟ ياخد صف كامل. اشمعنى بقى الريدي جروب فرد الحاجات اللي جواه على صفين؟ قال لك لان الريدي جروب ليه اورينتيشن برضه. طيب الديفولت بتاعتها فيرتيكال، فلو انا ممكن اقول له هنا الاورينتيشن واقول له هوريزونتال هيحطهم جنب بعض. خلاص. طيب بعد كده فاضل ايه؟ فاضل اللي هو بقى السبينر ده. طيب السبينر ده بقى بعمله ازاي؟ الشاشه دي بقول عليها سبينر اللي هي القايمه دي. طيب بعمله ازاي؟ نفس الكلام هقول له هنا، اقول له سبينر. طيب سبينر ده هقول له رام كونتنت، رام كونتنت مثلا لو انا عايزها، لو انا عايزها على قد يعني، لو انا عايزها في شاشه كامله يبقى اعملها لي في شاشه كامله، اقول له خلينا نعمل ويدث دي في شاشه كامله نخليها ماتش بيرنت يعني عرض الشاشه كامله، فردها لي في شاشه كامله. تمام. طيب انا بقى عايز اعمل ايه؟ انا عايز لما اضغط بقى على الايكون دي، اضغط على اللي هي دي يطلع لي كلام، صح؟ طيب الكلام ده بقى هجيبه منين؟ قال لك يا اما تثبته في الديزاين حاجه ثابته، يا اما تعمله في الكود. فخلينا الاول احنا شغالين في الفيديو ده على الديزاين، تمام؟ فقال لك علشان تحط بقى جواه داتا هقول له انترز. طيب الانترز دي بقى بتاخد ايه؟ بتاخد الداتا بتاعتك. طيب الداتا بتاعته حدها له ازاي؟ قال لك دي اكتر من حاجه، صح؟ فقال لك اكتر من حاجه يبقى حطها في اري. طب ازاي بقى انا هعمل اري في الاكس ام ال؟ قلت في برضو فولدر عندي اسمه values، تمام؟ ايه الفولدر اسمه values ده؟ في برضو مجموعه من الفايلات التانيه فيهم حاجه اسمها string. دبل كليك على string ده، تمام؟ هتلاقي هنا متعرف string. طيب الفايل ده ممكن اعرف فيه كلمه او ممكن اعرف فيه array. طيب اعرف كلمه ازاي؟ بقول له string، افتح تاج اسمها string وبديها اسم يعني بديها اي دي، وبقول له الفاليو بتاعتي، الفاليو بتاعتي الاي دي ده هتكون تست 5. طب لو انا عايز مثلا اعمل حاجه تانية، بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا بدل ما اقول له كلمه في ميل هنا واقول له ميل، ماشي، لا اضيفها في الفايل ده، فهقول له مثلا string اي string، واقول له اسم السترنج ده هيكون مثلا ده هيكون جندر واحد. الجندر واحد ده القيمه بتاعته هتكون ميل، تمام؟ طيب نفس الكلام عايز اعمل جندر 2 الاي دي يعني الثاني، هسميه هنا في ميل، تمام؟ لو انا رحت هنا بدل ما اقول له ميل وفي ميل، ممكن اقول له هات لي القيمه او هات لي الاي دي اللي هو موجود في الفايل بتاع السترنج اللي هو اسمه جندر واحد. طيب هعملها ازاي؟ عن طريق اد، مش ده ريسورس يبقى اد. طيب موجود فين؟ موجود في الفاليو، صح؟ يبقى المفروض اقول له فاليوز، او معلش هو دلوقتي موجود قدامي في فاليوز، بس هو في فولدر اسمه سترنج اصلا، بس هو مش ظاهر هنا. فبدل ما تعمل كده قول له اد، ماشي، فين اد؟ هقول له اسم السترنج بتاعك. اسم السترنج بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن جندر، صح؟ فلو انا قلت له هنا جندر هيقول لي اد سترنج جندر واحد، هقول له اه، تمام. طيب بدل ما يكتب لك ميل هيروح يشوف جندر واحد دي القيمه بتاعتها ايه ويحطها مكان التكست هنا، مكان الكلمه دي. نفس الكلام هنا، بدل في ميل هقول له اد سترنج، المفروض اد سترنج وجندر 2، فانا هقول له جندر 2 على طول، هو هيكتب هنا في ميل، تمام. طيب بستفاد من الكلام ده في ايه؟ بستفاد من الكلام ده ان انا بقى لو انا عاوز اغير حاجه بدل ما اروح ادور عليها في الديزاين وكده، لا اروح للفايل ده واغير الحاجه اللي انا عايزها على طول، تمام. طيب قال لك بقى الفايل ده بستخدمه برضو في السبينر، ببدا اعرف في الفايل ده سترنج، بس مش هعرف فيه بقى سترنج بس، مش هعرف فيه قيمه واحده بس، لا هعرف فيه اري اوف سترنج، واقول له هنا ات، واقول له هنا اسم الحاجه اللي انا عرفتها. طيب تعالى اعرف اري، بعرف الاري هنا ازاي؟ بص لو انا عملت كنترول وسبيس ما طلعتش. طيب لو انا عملت اللي هي البدايه بدايه التاج دي هيطلع لي كل الحاجات اللي انا ممكن اعرفها. هتلاقي هنا في حاجه هنا اسمها سترنج اري، اهي بدل السترنج بس هلاقي سترنج اري. هقول لك اسم الاري دي ايه؟ هقول له مثلا اي ار ار 1، ده النيم بتاعها. طيب عايز احط الفاليوز بقى، هل هي فاليو واحده ولا اكتر من فاليو؟ لا اكتر من فاليو، تمام. طيب فالمفروض لها بادي، يبقى هعمل بادي كده احط الفاليو هنا. طيب احط الفاليو ازاي؟ قال لك هتحط الفاليو في تاج اسمها ايتم، انا هقول له ايتم، واقفل الايتم دي واقول له هنا مثلا اقول له ايتم واحد. طيب عايز اضيف ايتم تاني،
اخد ده كده كنترول دي، تمام. بس ممكن اخد المسافه اللي قبلها عشان يحط لي اكتر من سطر. كنترول دي كنترول دي كنترول دي، ضفت 4 ايتم. يبقى اعمل دي 2، اعمل دي 3، اعمل دي 4، تمام. يبقى انا عملت اري عن طريق تاج اللي اسمها سترنج اري، حطيتها فين؟ حطيتها في الفايل اسمه سترنج ده، اديتها اسم اسمها اي ار ار 1. طيب عايز اديها ايتم، اقول له ايتم واقول له القيمه بتاعت الايتم 1 ايتم والقيمه بتاعت الايتم 2 وهكذا، تمام. دي ثابته كده، يعني الفورمات ده ثابت كنت تعرفوه. طيب عايز بقى اقول السبينر دي للقايمه بتاعتي، خدي بقى الايه الاري 1. لو انت كتبت كده ات اي ار ار 1 هيقول لك ايه ات اري، انت عايز ات اري اي ار ار 1، اقول له اه، تمام. هي مش عشان محطوطه في الفايل اسمه سترنج فالمفروض اكتب سترنج، لا هو بيشوف نوعها، نوعها اري يبقى ات اري، نوعها سترنج يبقى ات سترنج، تمام. طيب انت كده خلصت، كده خلصت السبينر، في السبينر حلو كده. طيب تمام، فاضل ايه بقى؟ فاضل كومبوننت اخير اللي هو ايه، اللي هو وانا بفتح الابلكيشن في سبينر تحت كده، او في بروجريس بار تحت كده، صح، تمام. فده برضو فيو، هو انا بحط فيو هو بيلف لوحده. طيب تعالوا نعمله كده، اسمه ايه؟ اسمه بروجريس بار، تمام. طيب البروجريس بار انت عايز الويتس قد ايه؟ هو كده اصلا حجمه صغير، فانا هقول له ماتش بيرنت، او اقول له راب كونتنت، واقول له الهايب بتاعي راب كونتنت، تمام. بس كده، بس كده هقفل. يبقى انا عملت فيو اهو، هو هيلف لوحده. طيب تعالوا كده نعمل تيست للبتاع اللي احنا عاملينه ده. طيب احنا عاملين تيست لايه؟ هنعمل تيست للشاشه دي اللي هي المين اكتيفيتي. طيب المين اكتيفيتي مربوطه بايه؟ في الكود بتاعها طبعا، اتفقنا عشان احط فيها، عشان اربطها بديزاين معين، في عندي حاجه اسمها سيت كونتنت فيو، تمام. بقول له هنا اسم الديزاين بتاعي، انا كنت رابطها، هي اصلا ديفولت مربوطه بالفايل اللي هو عامله في الاول اللي انا كنت بجرب فيه في البدايه. انا عايز اربطها بقى باللوج ان اكتيفيتي دي، فهرجع للكود بتاعي اقول له بدل ما هي اسمها اكتيفيتي مين، لا اربطها باللوج ان اكتيفيتي علشان يعرض لي لوج ان اكتيفيتي، تمام. طيب تعالى نعمل رن كده، لما اعمل رن هيعمل رن للشاشه دي ويعرض لي فيها الديزاين اللي موجود في اللوج ان اكتيفيتي في الفايل ده. طيب بيعمل بيلد بس الاول، المفروض هيعمل بيلد ويعمل لك الاي بي كي، وبعد كده هينقله على الايميليتور ويسطبه ويفتحه لك. طيب ما ظهرش، لو كده نشوف البلد عملته مشتغل. تمام. طيب تعالوا بس ايه ارد تاني، بس هطلع بره ده كده، تمام، واعمل رن تاني كده. في مشكلة عندي. طيب اشوف المشكلة ايه. طيب الابلكيشن رن طبعا، المشكلة بس كانت في الايميليتور مش في الكود يعني او كده. كل اللي انا عملته بس رحت قافل الايميليتور، قفلته من هنا كده، وجبت الاي في دي دي اللي هي الاي في دي مانجر، وقلت له رن تاني من هنا عشان اعمل ارن الابلكيشن الاول، ارن الايميليتور الاول، تمام. فعمل لي ستارت اي في دي، فتح لي تحت اهو، وبعد كده عملت الرن تاني، خلاص عملت رن تاني ففتح لي، عملت كده اهو، تعالى نعملها تاني، رن كده، سطب لي طبعا الابلكيشن، سطبه تاني وايه مش عارف. طبعا ده الايمج فيو اهي، ده الباسورد اهو، المفروض يفتح لك الكيباد بس اللي هي بتاعت النمبر، تمام. طبعا لما تبقى اي حاجه تكتب باسورد ده تشيك اهو. ده طبعا السويتش اون اوف، وده اوكي ونو زي ما انا عملت. وفي عندي تكست فيو اهو، في عندي ميل وفي ميل، كل واحد مع يعني مرتبط بالتالي. في عندي السبينر اهي، ايتم 1 2 3، لو انت عايز طبعا تغيرها هتغيرها في السترنج عادي. في عندي بقى اللي هي ايه، اللي هي البروجريس بارت، تمام. طيب يبقى انا كده بقى المفروض نعرف نعمل ابلكيشن اللي هو ده، تمام. فالمفروض ده عباره عن تاسك الناس هتعمل ايه؟ المفروض هتعمل 3 ديزاين، سيبك من الكود دلوقتي، اعمل بس الديزاين،
وبعد كده نبقى نفهم الكود ده المره الجايه. المفروض انتوا خدتوه في المحاضره، المفروض يعني تعرفوا تعملوا، بس دلوقتي الديزاين اخلي التاسك على الايه، على الديزاين اللي انا شرحته دلوقتي. طيب فالمفروض اول ما افتح بيعمل لي ديزاين عباره عن ايه، صوره وفيها بروجريس بار، دي صوره عادي تمام. طيب يبقى الشاشه الاولى بتاعت السبلاش سكرين دي هعمل ايمج فيو. طيب لما تعمل ايمج فيو عايز بقى عايزه يفردها لي بقى في بطول السكرين وعرض السكرين، يبقى هديله الويدث والهايت ماتش بيرنت ماتش بيرنت. طيب عايز احط ايه بقى، عايز احط حاجه تانية فوقها اللي هي البروجريس بار اللي هي بتلف دي. ما هي بس حاجه بتلف كده، اقعد مثلا اجيب حاجه من الداتابيز، لما الحاجه تيجي اروح اقول له روح للشاشه اللي بعدها، ماشي، يبقى هي حاجه بتلف كده بس. طيب هقول له بقى ازاي هحط حاجه فوق حاجه، ينفع اعملها باللينير لي اوت؟ لا ما ينفعش، لان اللينير لي اوت ورا بعضه. طب ينفع اعملها بالريلاتيف؟ اه ينفع اعملها بالريلاتيف، لان في الريلاتيف كنا بنحط باتون ونحط كمان باتون، فكانوا بيتحطوا فوق بعض صح. فلو انا حطيت ايمج فيو وفردتها في الشاشه كامله، بعد كده قلت له ضيف، بعدها قلت له ضيف بروجريس بار، هيحطها لي في الابر ليفت كورنر صح، في الابر ليفت كورنر في الشاشه فوق الصوره. طيب لما انا اقول له عايز اغيرها بقى تحت، يبقى هقول له في السنتر، ماشي، احطها في السنتر بالنسبه للهورزونتال. طب انا ده بالنسبه للهورزونتال، عايز انزلها تحت بقى، تحت في الاخر خالص، يبقى هقول له بالنسبه للفيرتيكال خليها في البوتوم بتاع البيرن. عايز اسيب مارجن كده تحت، عايز اسيب مسافه ما بينها وبين السكرين تحت، يبقى هقول له مارجن بوتوم. يبقى عرفنا ازاي بقى نعمل الكلام ده، اللي هي الشاشه الاولى دي صوره كامله وبروجريس واسيب مسافه تحت. طيب هيفتح لي الشاشه دي، خدنا طبعا كل الحاجات دي، المفروض هنعرف نعملها ازاي. طب الشاشه الثانيه برضو اخدنا كل الحاجات دي، هنعرف نعملها ازاي. حلو كده. طيب في حاجه بس نسيت اقولها في الايمج فيو، في الايمج فيو لو انا عايز مثلا الشاشه بتاعتي احط فيها الايمج فيو وتتفرد في الشاشه كامله. يعني لو انا عايز اخلي الايمج فيو دي، ماشي، اللي هي كان اسمها سبلاش، بص كده سبلاش اهي، واخلي الويدث ماتش بيرنت والهايت ماتش بيرنت، بص هتتفرد في الشاشه كامله صح. والحاجات اللي تحتي بقى مش هتظهر لان ده لينير، المفروض هيظهر تحتها وانا اعملها ماتش بيرنت، يبقى هي على قد الشاشه خلاص مش هتظهر، المفروض اعملها ريلاتيف يعني. طيب هتلاحظ انه ايه، ما اتفردتش في الشاشه كامله بالظبط، هتلاقي هنا في مسافه ما بينها وبين الشاشه، وهنا مسافه ما بينها وبين الشاشه صح. ليه بقى؟ قال لك علشان الصوره حجمها كده. طب انا عايز اقول له افرد لي الصوره، افردها لي، فاروح افردها لي ازاي؟ ففي حاجه عندي في اتريبيوت بقى في الايمج فيو اسمه سكيل، سكيل تايب. لو انا قلت له سكيل تايب وقلت له قلت له فيت سنتر او فيت سنتر، اه تمام، لا مش فيت سنتر، هو افردها لي حاجه اسمها، كان حاجه اسمها كروب ولا ثواني، سنتر كروب، معلش سنتر كروب تمام. سنتر كروب بقى بيبدأ يعمل لك يعني بيكبر لك الويدث والهايت بتوع الصورة ويفردهم لك في الشاشة تمام. طب لما انت تفرد، معنى كده ان ممكن في اجزاء تطلع بره ما تبانش، عشان كده بيقول لك اسمها سنتر كروب، يعني هيضيفها لك في السنتر وفي حاجات ممكن يحصل لها كروب ففردها لك في الشاشة كاملة خلاص. فعشان كده هعمل سبلاش سكرين بالمنظر ده، هي تعمل سكيل تايب عشان يفردها لك في الشاشه كامله. بعد كده بقى تعمل بعدها بروجريس بار، تعمل بعدها بروجريس بار بس تخلي اللينير بدل ما هي لينير لي اوت تخليها ريلاتيفلي اوت. تمام. طيب انا كده خلصت السكشن ده، ان شاء الله نشوفكم في سكشن تاني.